تخيل الان سبيعدي هون، انا بعد 3 اسابيع عندي مقدره اخليها تحط السيف برقبتها وتضعجه. طبعا بتقولوا لي هي شغله خارقه او سحر. لا، لا خارقه ولا سحر، بس في تنشيط وطاقات معينه بيقدر الشخص يعمل الشغلات هي. أنا بعرفكم على حالي، أنا كنت مدرب فنون قتالية، مدرب المنتخب الوطني، وكنت مارس أقصى أنواع التدريبات تبع التأملات فنون القتالية. إذا سامعانين عم روسي والعلوم هي الغريبة، التحملات وطبعا توقيف القلب وتحريك الكلاوي والشغلات اللي بتفكروها من الخوارق اللي بشوفوها من التلفزيونات. وهي كنا ولا نطلع على ديك الدول كنا نتدرب التدريبات القاسية. ومين بده هلا بخلي الكلاوي تبعه تلعب مثل ما بدنا وتنظف مثل ما بدنا يطلع التجربه؟ انا جاهز. يجيني متطوع. مين يجيني مشان ما هي؟ بعطيكم سر الكلاوي كلها. يجيني متطوعين، ايه اثنين، تفضل. تفرجوا علي. هلا في شغله هون، الكلاوي كلياتنا بنعرف شو هي، ما هيك؟ تفضل يا استاذه. ايه تعي 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 ما بدك انت، تعي يا استاذه. اعملي هيك. حطي ايدك على كلاوية. ضغطي على الكلاوي. لا. تمام؟ طيب. اعطيني هي الدينة تبعك وشوفي لها تجربتي. اي والله ايمن اياها. انا اشرح لك هي. ضلني باخذه انا؟ بس يعني ما مانك ضغطه مضبوط؟ لا لا شوفي علي، حطي ايدك على كلامي، شو شعرتي هلا؟ تمام عم يتحرك وكلامي بتتحرك يا جماعه. قال بتتحرك بهالنقطه هي. شايفينها؟ هي النقطه. بعمل لها هيك؟ تمام. لا شحنت الاذن. طبعا هلا اذا بعملها زياده شو بدها تركض على الحمام؟ بقى ما بنضغط زياده. هي للستات البطن بتروحيه خلال حركه بسيطه وبتلاقي بطنك عم يلعب هالقد وكانك عم تعملي تمرين معده، وكان كل يوم بتعملي 300 حركه معده وانت قاعده. تمام. نقطه واحده انعكاسيه وبصير بيهز البطن، بيهز البطن والكرش كمان. حطي ايدك على بطنه. تمام. بنطلع لها معدة من دون الرياضة. هلا دقيقة شوفوا. ها ها. شلت شلت؟ هلا عم تلعب معدة. 3 4 5 6 10 20 يا جماعة تمرين سهر صيني ما في له بطن. قال النقطة هون. جوا الثاني جوا الهدف. عندك هون ها؟ هون هون طلع على قدنا. ها شايفينها؟ سامعين الصوت ها؟ هاي هي هاي الجورة ها؟ عندنا جوا؟ تفضل يا استاذة، تعال استاذة هون. هي الدينة هون ما له بطن ما شاء الله. حطي لك على بطنه هون؟ البطن ولا على المعدة؟ السرة؟ طلعوا علي شو عم يعمل ها؟ ضغط شوي. مضبوط. على حسب البطن بقى ما بعرف كم ماده بده ما بعرف، بس انت يوميا بتقدر تعمل لك 400 500 وحده كانك عملت 400 500 ماده. انا عندي مناطق وجسميه يا جماعه ما بعرف شو عم يصير معي شغلات، انا ببلش التنظيف الاول، نظفوا معي. عملنا اول تنظيف، ثاني واحد شو بتساوي؟ ببلش شو بتساوي؟ طلعوا علي دي بتغطي. العملية هي شو بتساوي؟ ببلش، شايفين كيف؟ الأمة اللي بحس فيها تشنج بدقي عليها، خلصنا الثاني، شايفين عاملين الدائرة؟ عاد بدي أنا ظهري بلش هي العملية. شايفين؟ وبلش، بدي رقبتي
على بلش اخر شيء مشان ننظم الطاقه، شايفين هيك؟ ها عشان منا هلا تعزيله خلصنا. بياخذ وقت معي كل يوم تعزيله بدل ما تعزلي البيت، والله اسهل من تعزيل البيت هيك. ها هي عم نعزل شو؟ الاوضاع التناسليه هدول. في شيء صار؟ خالصه القصه. وانت عم تلمس اي شغله تحت ايدك شو فيها؟ تشنج. معناتها شو بتعمل؟ وصل لك كم مره. العلامة انك انت منضفط بيطلع اللون البول شو؟ غليظ وله ريحه كمان. قال انت بلشت تنظف، بلش شو يعمل جسمك؟ يا طالع السموم هي. قال هذا يومي وبلا ما يشتغلوا الدكاتره. كثير مهم بالطاقة. طالع. يا قصه. مريض صوتي عم يطلع؟ بس. طلعوا عليه التدريب وكاكو تدربوه مع حدا، وهذا هذا بيروح عندك الخوف، بيقوي طاقتك، بصير عندك نظرة صاخبة. إذا لاحظتوا أنا عم أعطي المحاضرة كم مرة لفت عيني؟ طيب ما لاحظتوا ليش الحكي؟ قال لأنه في عندنا تدريبات. الشخص اللي ما بترفع عينه بيكون طاقته إذا بيطلع بيقدر يصل للقلب، ويوصل الكلمة اللي بده إياها، وبيقدر ينيم الأشخاص. تنويم جزئي من دون ما يعرفوا، أكيد أنتوا نايمين هلا. نحن ما نعرف كيف. هم بلش الأستاذ سعيد. أكيد يا عيني. جيد. شايفين هي الرفة؟ لازم تكون موجودة. طيب رح نرجع. أكيد أنا ما جاي هون متفق أنا وياك، يعني معقولة عيوني سلمة بعيون حلوة أستاذ سعيد؟ يلا ركز ركز ركز. جيد ممتاز. طلع طلع طلع. لا تفضل يا حزام. النسوان بيقولوا عنه الأوايا. يلا 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 يلا. جاي 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 جاي. طيب هلا هيك هيك هيك. ممتاز. قال هاد شو بيساوي؟ ببلش يقوي لك العين وتطلع طاقتك اللي بدك اياها، تفضل. وهلا بدنا نشوف فوائد التمرين هذا. ها؟ هي بدتني. بس كون واثقة منه ويكون. بلش التدريب انك مين ما قرب على عينك تركز. قال شو بيساوي هاد؟ ولا انا بحكي قصة. وطبعا هيك القصة يا جماعة الطاقة بتعرفوا انه هي مدرسة كويسة. عم تقتق وعيني شو عم تعمل؟ قال هاد نحن ولا بنحكي عيوننا هي بتطالع طاقة. وين بتدخل؟ بتدخل بالعين الثالثة. بتخترق القلب او بتخترق رق الشاكرات على حسب المعلومة اللي انا عم احكيها. بتبلش تبرمج. انا كل رفة عين الي شو عملت؟ فلازم المحاضر المحترف انت رفع عينه وهذا بيسكت من المعلومة. يعني انا عم احكي على معلومة انا بدي ريح عيني وبسكت شوي بريحها مع سكتي وبرد بكمل معلومتي. اكبر غلطة المحاضر او انت عم توصل كلمة او خاصة اذا كنت معالج. والله يا انسى بدي اعالجك بالسجوك. ايه مبين عليك مو واثق من حالك يا استاذ. استوعبت علي؟ يعني خذوا الصبايا، اذا اجى واحد بده يحكي كلمتين حلوه عم يعمل يضرب براسه تلبك بحاله. تمام؟ وكمان بنفس الوقت اذا حملت حالنا قاعد شب وبنت وحمل حاله وجرت والله زبط هي مو خرج والله. واحد يفوت مع هي مولية هي بتخوف المخلوقات. رفت عينها والله هي طريه البنت خالصه مستحيل. مو هيك بيحكوا بيناتهم؟ لك نحن بالله وهي بنعرفها. قالوا جماعة الطاقة عرفوا. فأول تدريب تدريب لعيب البذور. كيف هي البذور؟ قال في أنواع بذور فيها جزء سلبي وفي أنواع بذور فيها إيجابي. الإيجابي هي بذرة التفاح والسلبي بذرة الفلفل. هيك شايفة الفلفلة؟ مين ممكن عنده مشاكل بالنظر؟ كل شيء دريس. اوكي مين حابب عيونه تصير هيك عليها جوهر عالي؟
هلا بنحكي عليها كمان من خلال البذور، بس اول شيء خلينا نخلص هي النقطه. قال احنا اذا واحد عنده نوع من انواع المشاكل بالراس لدرجه انك اذا بدك تضغط هذا ما بكفي 30 ثانيه، هذا من الاشخاص مدمن كحول، مدمن ادويه بطريقه مرعبه، يعني هذا شو بدك تعمل فيه؟ اي بس بدي احط لكم ملاحظه مهمه، كل شيء بدك تعمل له علاج لازم ما يكون اخذ لا ادويه ولا كحول. السيتامول يعني مش بعرف اقل، لا لازم يكون مو اخذ وبعجك من السيتامول، اذا اخذه انا بضيع النقطه. انه على المدى يعني مو اخذ ولا بس؟ لا بس فتره، لازم يكون اقل شيء 6 ساعات مو اخذ او بتضيع عندي على النقطه. فهمت علي؟ يعني يجي واحد اخذ لك حبه بنادول بيضيعك، بصير تعمل النقطة، شو بيعمل البنادول؟ التخدير، وين ما عم تضغط رح تبخش له ايديه ما بتلاقي النقطة. بتقول له عم والله طلع ضحك علينا الأستاذ دافي، سجل كلها في شيء، متفق هو الأستاذ سعيد علينا. لك لا يا أخي الأستاذ سعيد ما أخذ بنادول، هو جاي لعندي، لو أخذ كان ما ضبطت القصة، البنادول شو بيعمل؟ أو المسكن. والليال عن اللي بيضرب لك كاس وبيجي لعندك خاصة القصة، بتدور هي سكين كذا بجوز ما تلاقي شيء. ابدا هنا وحدك نظيف. فمعناته المعالج اول شغله شو اذا بدي اعالج حدا شو بيقول له؟ بعدني عن شو؟ نحن والكيماويات ما لنا صحبه. قال بس هذا زلمه عنده يعني شقيقه او مشكله غير عاديه. يعني واصل لحد انه الزلمه مدمن، يعني مدمن ادويه. جايك والله معي شقيقة 20 سنة صلي يا ستار 30 ثانية مو منطقي. شو بعمل هذا؟ بجيب فلفلتين حبتين فلفل أسود، الأسود لأنه سلبي والسلبي بيأكل سلبي. قال بضغط على النقطة بعرفها فينها وبحط الفلفلاية وبلفلها يا بجو لزقة طبية وبعطيكم فلفلاي وبقول له كل ساعتين بتبدل الفلفلات، لا تخلوه أكثر من 4 ساعات، 4 ساعات الفلفل احتمال يسقط بالإيد، ساعتين كل ساعتين بيبدلون. قال ببلش يبدلون، قال هذا ما بيحس إلا شيء عم يسحب لفترة يوم 48 ساعة بالكثير، طبعا ينام ولا بينام بإيمون تمام 48 ساعة يعالج من المرض قد ما كان خطر. بس على هذا الاصبع يعني؟ على كل شيء. هلا بناخذ بامكانك الطبيعيه الفلفل الاسود على اي نقطه متفاحل المشكله فيها شو واصله لمرحله غير عادي. مثلا شخص صابته جرثومه بعينه وواصل لمرحله انه هي عن طريق الضغط ما بتزبط، هلا بناخذ نقطه لويم ونحط له الفلفل تمام وبتتعقم عينه. يعني اللي بيعملها نقطة العيون هلا بنعطيكم اياها، بحطها حبتين بيعملها لمدة ساعتين عيونه بصيروا كثير قوايا. ولا رح نعرف كيف. من أكثر من 4 ساعات ما بيتحمل الجلد، احتمال يسقب، وخاصة إذا بنت إلى الست يعني كثير ناعمة. ما مو كثير. الزئة عادية، بس لا تعملوا أكثر من أربع، هو أربع من فوق الأربع ساعات صار خطرة على الجلد. هلا هي شو خطرة؟ تعمل مثل ثقب او وجع مشان ما كبر بدون منطقه حساسه. هلا كنا بنحب العيون الحلوه من دون عدسات يا جماعه. شو بنعمل؟ حبتين فلفل مثل ما اتفقنا وبنلفهم وشوف عيونها كيف بيصيروا. تمام. طيب اذا كنا والله مخلوقه حاطه العدسات وحطيت هدول بصير؟ لا طبعا. ليش؟ برافو عليك، لانه هو شايف شغله غريبه الجسم هون. فانت واذا بدك تبعد عن اي شغلات شو؟ غريبه. هو رافضها هلا لانه هو شايفها هي شغله مو من الجسم نفسه، فبيجوز يفكرها شو؟ طيب. هدول العينتين اللي رسمتهم انا بدكم ها؟ هلا على حسب اذا في مشكله بعيونك ام لا. فهمت علي؟ اذا واحد معه مشكله تمام انت عم تضغطيهم، بس منطقه العينتين مو صعبين بتحددوها من خلال وحبه الفلفل كبيره يعني الا ما تيجي عليها، فهي المنطقه ما بتلبك كثير مو مثل الراس.
تاني بيطلعت انه كل شخص على حسب تولده يعني بالشهر اللي ولد فيه في نحن بنتأثر بطاقات اسمها طاقات الكواكب جيراننا، وكل يوم من الايام يعني يوم الاحد ويوم الشمس فمتأثر بطاقة معينة. قال هون في شغلة هون عنا، قال هدول الامراض الرئيسيين اللي بتصيب من اكثر الاشخاص اللي بينصابوا بالغدة جماعة برج التور. على القصة رح تحكينا فلك يا أستاذ بلشت في الخرافات. أخي مو خرافات، إذا علم صار له 10,000 سنة وبحد هلا ثابت وجوده عم نحكي فيه فمعناتها في شيء من الحياة. وعلى كل الأحوال إذا حدا معنا برج التور رح نقول لكم اللي هن برج التور أمراضهم وين؟ مرتبطة بالهون. يلي برجهم العقرب مرتبطين إنهم إذا ما ظبطوا حالهم التهابات نسائية أو إيم رحم الجدي في عنده شغلات مرتبطة بوجع راسه. الأزاد مرتبط بالقلب والظهر. الدلو بشكل عام الدلو مرتبط نوعا ما بالأعصاب. الحوت هو مرتبط روحي. الحوت بشكل عام مرتبط في عنده مشاكل بتيجي بالضغط بأسفل العمود الفقري. ومتجهزين جوزاء التهاب أعصاب. السرطان أكثر شيء بيلتهي مشاكله عاطفية. نرجع للمحيط. سو دلو دلو مرتبط شوي بالأعصاب وبعدم التركيز أيام. الحمل مشكلته الرئيسية بتبين هي المرأة غير الرجل. المرأة مشكلتها مع أبوها فمشكلتها النفسية، تسألها شو علاقتك مع أبوك بتقول لك إذا مشكلتها فعندها بين مشكلة الرجل هي، وهذا بيعمل لها بينها وبين نفسها إنه عامل عالم وهمي، فعنده جزء الوهمي. والرجل دائما بيمشي هيك لأنه حامل همل الدنيا على رأسه فبيجي تقل عنده برأسه. هلا هدول هلا لا شو ابراج الله انا بقول طاقه روح يا جماعه. الحمل في مشكلته دائما في عندهم حاله. المراه لما الرجل المراه دائما في عندها مشكله بتكون هي على عندها علاقة حب مع أبوها كتير. إذا أبوها ما كان مدللها زيادة فهذا شو بدها تنقل حالة الحب هي لحالة بتعمل برنامج باللاوعي، فعندها خيال اسمه الخيال المبدع فبتعمل شخصية وهمية من الأب. القوس دائما في عنده مشاكل مرتبطة بعضلة الإجرين، فدائما هي العذراء دائما عنده مشاكل نفسية شكيك وكئيب. كتفوا على اليمين مع اليسار، كتفوا على اليمين مع اليسار. لا ما في اثنين. دائما برج الميزان رجل لما مرأة بيكون يا مايل على اليمين يا على اليسار. اللي مايل على اليمين بيكون هذا في عنده دائما الدولة الأفلاطونية يعني المدينة الفاضلة، فدائما بيحكي بالشغلات وهي بتعمل له مشاكل مع الناس. شو هو تمرين البدوي؟ كنا نعرف انه البدوي نظره قوي، عنده ميزتين البدوي مشان نظره قوي. التمرين الشغلة الاولى انه بيطلع على الفلا، نحن منطلع بالحيطة، فهذا شو بيعمل؟ بيعمل مشكلة. الشغلة الثانية هو شو بيعمل؟ بيشوف الغنمة او العصفور بضرب رقبهم، فعندك تدريب بدك تحمل حالك تقعد هون تشوف عصفور طاير بالسماء طلع عم تلحقه من نومة تحرك راسك، او تطلع ومتطلع لفوق لاقصى شيء لتحت يمين يسار وتتدرب انه تنحرك. يعني انا بقصد طلع على الاستاذ وشايف شو اللي حواليه وشايف فوق. قال هذا التدريب بدك تبلش تدرب، بدك دائما تتعلم قصه تطلع هون وتشوف هون شوف هون شوف فوق شوف تحت. هذا التدريب وده بتعمله بيساعد على الانحراف تمام. غير هيك الدويره، هذا التدريب من اهم الشغلات بيساعد على الانحراف.
وكل ما طلعتوا حملتوا حق طلعتوا على البحر طلعوا لوين؟ هلا السماء بس ما تكون في شمس ولا يكون يعني بدها تكون ولا يكون عتمه يعني وهي صعبه تلاقيها بقى. فيفضل انك تطلعي اذا عندكم بالكون. انت ماشي بالطريق طلعي هيك يعني حاولي تطلعي هيك وتشوفي حواليكي بشو. هي تدريبنا ندربه كثير بالرياضه بالفنون القتاليه انه نحن مطلوب منا ما نطلع على خصمنا ونشوف خصمنا شو عم يساوي مشان نقوي شو. وهذا تدربوا شو ناقصني؟ نحن عندنا نقص بشيء اسمه فيتامين اي. تجيني الصبيه بدها تصير حلوه. طيب بدك تصيري حلوه وجلد تبعك كويس مو بالبودره اللي عم تحطيها مو بالبوتوكس مو بالشد وكذا. في شيء اسمه فيتامين اي، في شيء اسمه اكسده باكسد. فيتامين اي مضاد اكسده تمام. فبامكاني انا فيتامين اي، فيتامين اي مسؤول عن الجلد عن النظر. يعني واحد يا اخي بده يحمل حاله ويعالج عيونه وعم ياخذ شو ما بدك وعم يعمل عمليات وعنده نقص فيتامين اي ما رح يستفيد شيء. ما العيون بدها غذاء. قال في عندنا فيتامين اي يا عيار 400 ساعتها بناخذ حبه وحده او عيار 250. في عيار 250 وفي عيار 200. نو الفيتامين نحن الفيتامينات معلش مكملات غذائيه هي ضروريه. هلا اكيد ما نجي مو احسن ما اقول لك شربي بقدونس، ما لك حتقدر تشربي بقدونس يعني، اوكي بعطيك اياهم نحن شفت بس اكيد بقوا حطبوا رح بلش يكون مثل بعض الاشخاص اللي حاكيكم كلام غير موقع غير واقعي، والله مسكي القمح واعمل لي بوم هذا اكيد ما كنت رح اسوي كلياتكم، بس هذا كلام اسمه كلام شو؟ تلفزيوني، يعني اكيد ما كنت رح تمسكوا قمح وتطلعوا القمح المبالغه من شان فيتامين بي. بتاخذ 20 يوم وقاية وإذا في مشكلة بيوصل لثلاث شهور تمام؟ 200 أو 250 بتتاخذ وحدة الصبح وحدة المساء، وإذا 400 بتتاخذ وحدة بس. هلا في مشكلة في شغلة ثانية على فيتامين إي. هي اختصار هي للرجال. للرجال وللنساء، قال هو كمان مسؤول على الأمر الجنسي، مثل كل ما نفوت على الصيدلية بيتزوروني، بقول لهم فيتامين إي طلعوا بيك بتضحكوا. بقول له مو مخوج جنسي، فيتامين اي شغله ثانيه يا استاذ. اخذين فكره هون عنا بالعرب انه شو الفيتامين اي ما بياخذوه الا مقوج جنسي، لا. بقول له مليون فائده الفيتامين اي للجلد للنظر، ولكن هو بيقوي جهاز الدفاع الثاني، يعني جهاز الدفاع الاول فيتامين سي. وهذا اللي نحن بنعرف انه وقت الرشح او الشغلات بدايه الخريف بتصيبنا كلياتنا بناخذ نزلات البرد. لكن فيتامين اي عندنا اذا كان قوي نحن صار عندنا جهاز قوي جدا مناعه. فهذا ضروري جدا اقل شيء يعني للمهمل المهمل المهمل لازم بالخريف ياخذوا 20 يوم. هذا لانه عندك بين الصيف والشتاء عندك هي البرد والشوبه شو بيعمل بجهاز المناعه؟ بهد هد. فهذا احسن وقت انك تقوي جهاز المناعه فيه. فيتامين اي وسي كمان طبعا. هلا اكثر شغله بتعمل بيعمل لك حبه. بس يعني شو رح تاخذي؟ اذا بدك تاخذي خذي في عيار 200. نادر ما تلاقي شخص مو بحاجه له. يعني هذا اللي مو بحاجه ما شاء الله بيكون غذائه غير طبيعي، يعني انا ما بتخيل في عربي عنده اياها هي. مع بتكون الكميه خفيفه. تمام. بتاخذي فيتامينات كامله معاد بتكون الكميه بكل جزء خفيف ما بيعطيكي هي صفيه مكمل غذائي. فهمت علي؟ انت خالصه من كل شيء وهي الحبه شو اللي عم يكون معه مشكله براسه بس ساعتها خفيفه او مثل يقولوا راسه يابس. في ناس راسها يابس ما بترد على الالم، او في ناس بدايه الالم مع او بدايه الدنيا تبعه فيها مشاكل. اكيد في احتمال.
قال هي بتطلع الكهرباء اللي فيها مشكلة قبل 3 شهور. يعني الزبزبة بتطلع قبل 3 شهور. طيب شو بدي أعمل أنا؟ قال كل واحد فيكم هلأ يفحص شو؟ رأسه. لأنك إذا فحصته هلأ بيعطيك إذا في مشكلة قبل 3 شهور إذا جسمك متجهز يصير في عنده مشكلة. فإن إحنا ما نقدر ساعتها نعرف الأمراض. هلأ متى ما حفظتوا القصة الزلمة قبل من 3 شهور لأربع سنوات قبل ما يصير الديسك بإمكانك تعرفه. لا بعرف. ما معك. سمى مدرسته سوجوك. أسهل مدرسة الله خلقها في الكون. تتعلمها خلال ساعة ونص ساعتين تطلع أستاذ فيها بتعالج 70% من الأمراض. إن شاء الله تكون ما بتعرف لا تقرأ ولا تكتب. وإن شاء الله تكون معك بروفيسور. شو هالمدرسة هي؟ وأفزع شغلة إنه لهلا نحن بالتجريب يلي منكم مع وجع راس سبحان الله برافو أنت ما عاد تاخذ وجع راس. البنات اللي عندها مشاكل بالدورة ما عاد في داعي تاخذوا الإبرة و و و الديسكات. ديسكات بصير من الماضي إن شاء الله. طيب شو البني آدم اللي قدر يعمل أشياء بنسينا ما سواها يا جماعة؟ قال هاد وده إجا حمل حاله وفات بالأبر الصينية. الأبر الصينية بتعتمد على قاعدة نشرح فيها كيف. قال إذا وين ما بيصير مشكلة بالجسم إلا من خلال خلل بالكهرباء. فنحن يا نستخدم أسلوب الأبر الصينية هي نظريتها، نستخدم أسلوب مرتبط بالأعشاب يعني بالتغذية الصحيحة زائد مندور على خلل. يعني حمل حاله واحد وجعه ظهره ديسك مثلا، قال هذا بده يعمل نوع من التشنج. فهو ليش صار التشنج؟ لانه هو اللي بيقعد بضل مايل عمرو الوقت وعم يتفرج على التلفزيون هون الفقرات شو عملت اكسدت. قال هون بده يعمل خلل طاقي. هذا الخلل بيعمل هيك بيعمل وحده هاي هون هي هون مثل المسبحة دوائر متداخلة. قال هي بتكون تشنجت تشدد بسبب انه صار الطاقة هون ما بتتحرك. بمسكوا الابرة الصينية بيحطوها وهلأ حنورجيكم كيف تنحط الابرة الصينية بفيديو انا بساوي لكم اياه بعد شوي. بتحطوا الابرة الصينية عن واحدة من هدول الدوائر وبتسحب الشحنة بترجع شو العضلة بتعمل بترخي. أخي بس قال الإبرة الصينية هي متواجدة وين ما كان؟ فرجيني بألم هاد. هذا بده يستغني بهالألم عن الإبر الصينية وعن جهاز الياباني والصيني والألماني. قال أي ألم أو أي شغلة مبوزة شكرا لك سواني بإمكانك تستغني فيها. مين قال صديقنا هاد مين؟ الكوري. قال طيب كيف الكوري؟ قال هي شغلة ما لها معقدة كتير. الصينيين بقواعدهم الرئيسية دي وده بيعالجوا بيحطوا الظهر وبيبلشوا وبينتقلوا من الراس للإجرين على حسب الحالة، ولكن علاجه الرئيسي هو من وين؟ من الظهر. قال هذا حلو عنا شو بدنا بهالقصة؟ قال بما انه هي حلقات قال الصيني شو بياخذ؟ بياخذ أكبر حلقة وبيحط فيها الإبرة الصينية وبينزل حتى يخفف الشحنات. قال هل عني خطرت بباله هو خطا شغله. قال هي مسبحه بدال ما انا اخذ من النص والحق اذا انا اخذت بس حبه وسحبتها شو بصير بقيه المسبحه؟ قال هي القاعده. طيب كيف بدي ابنيها؟ قال ببنيها عن طريق الكف ورد طلع بشغله ثانيه عن طريق شو؟ الاصبع. هلا حنلعب لعيبيه. هي اللعيبيه يا بترسم على ايدك ويكون افضل او بترسم على شو؟ ايرين يلمك. البنت بتاخذ ايد اليسار والشاب ايد اليمين، انا اخذ اليسار لانه اسهل كون. بتعرفوا هي كنا نلعبها نحن صغار؟ هذا انفي. هي هون. عيني. هي انفي. تمام؟
قال هذا هو الشخص الإنسان. قال كمون خط جسمي كله ببلش من هون، رح نبلش واحدة واحدة. شايفين النقطة عندي هون، النقطة هون، اجى واحد قال لك نافوخي هون عم يجاني، مين منكم راسه عم يجعه؟ جاي للظهر. خلينا اول شيء هلا استاذ، هلا خلينا اول شيء على الراس. طبعا الصور هي كلها موجوده مع افلام توثيقيه بالاكاديميه، موجوده بتاخذوا عنوان الاكاديميه، موجوده بتفوتوا بتلاقوها بتحملوها، اللي ما قدر يرسم الرسمات كلها. قال في شغله هون عنا، قال انا كيف بدي اعرف النقطه؟ النقطه هي قديش قدها بتكون؟ هلا هم كبرين منكم اياها، هي النقطه شايفين تقريبا قد موزه القلم. طيب كيف بدي اعرفها؟ قال بمسك عوده نقاش تستان خشب ما في القلم، تمام، شيل انك ما تجرح، وبتطلع بتمسك لها للبنت ايدها اليسار وللشاب، وبتطلع بالعين بعينه. قال لك راسي عم يجعلني هون، تمسك بعد اذنك، عم نعمل هيك، بضغط ضغطة وطلع بالعين، ما حكى شيء، ما بحكي، ضل بضغط، في ضغط يعمل هيك. قال هي علق فيها، بضغط عليها، لك لا 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 عضلات بتلاقي من شو صلوا، بتضل ضاغط عليها 30 ثانية، ترجع بتريحها، تاخذ الاصبع الثاني، بتلاقي نفس المكان موجوده، ضل بتاخذ الخمس اصابيع، اذا بقى شقيق وصل لها 10 15 سنه بتعتاد 10 اصابيع، اذا شغلتها سنه ما لها مطوله 3 اصابيع اصبعتين، بتبلش انت تضغط وما بتعود تلاقي منطقه الالم، ترجع لعند الاولين تضغط بيقول لك ما في شيء، طيب شوف راسك يعني هيك، والله كان معي شقيقه وينها؟ قال هي بتعالج هلا اذا ما كان فقط في شو ضربه، يعني مثلا واحد جاي عامل حادث وبعدين طيب راسه بصير بيستغني عن المسكنات، مو بتروح الضغط، يعني بتعالج اي شيء مو مرتبط بفتاء او بكسور، والله ناطح الحيط زين عامل حادث مشوق راسه والدكاتره عاملين له مناطق غير طبيعتها ويجي السجك، لا سجك وبده هذا شغله ثانيه غير مختلفه تماما. اما اذا كانت القصه يا اخي مثل هلا المرض الجديد اللي متحرك عنا كثير بسبب الموبايلات كله واتساب، الرقبه تمام، اللي معه مشكله بالرقبه هلا منظبطه على الثواني دغري على الحارك ما بده شيء. قال هي بدايتها لشغلة سهلة هي تبع الراس، هي عنا أول نقطة. النقطة الثانية قال بفتل الإيد بالعكس، بيجيني الوجع راس وين؟ شايفين؟ شايفين الضفر؟ تمام، مين هلا يجرب كمين بحاله؟ مين رقبته هيك حاسسة مالها تمام؟ هلا الموظفين كلكم، يلا امسكوا لهم جربوا. اللي ما بده يجي لعندي لجرب له أنا. نحن ما فيه لو متطوع والله، تعال استاذ شرف لعندي، تعال 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 استاذي. الله يعافيك، تفضل وين وجعك؟ خليكم معي يا اساتذه. طيب اعطيني ايدك، اعطوني اي الم اي قصه. شكرا لك. قال بلش طلعوا شو بساوي؟ عيني وين؟ استمي العيون حلوين. عفوا استاذ شو اسمه؟ سعيد. استاذ سعيد اهلا وسهلا. تمام. في شيء هون؟ مسكناها. تمام نعمل له هيك. هلا استاذ عم يجعك استاذ سعيد ربطه؟ لا 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 لا، معك من حقك ثلاث مسبات وبعدين ارفع عليك دعوة. شايفين عيون محلاها كيف تغزل لحالها؟ ممتاز، حتى ما عم نتحمل شو؟ ليش ما عم اضغط اكثر من 30 ثانية؟ من الالم شو؟
لا مبوز زياده مشان ما شو مو تبخش اصبعته للزلمه رو يعني خليك حنون يعني لو كان انتوا ما بتعرفوا متفقين وياه ممتاز زي هلا قبل ما اكمل حركها استاذ سعيد اللي شو صار تمام شو التحسن معناته بدك تاكل لك كم وحده ثانيه يلا استاذ سعيد شايفين العيون احفظوا العيون ها طبعا هون الرجال بيعملوا هيك نسوا عادي اوكي شايفين تحسن بلا شو انا بعرف اذا تحسن انا ملاء من شو بلاش تحسن جرب هلا رتا الله يعافيك شكرا لك خلصنا تمام الكبد بتضيف له مو انك ضغطت قوم بتعالج الكبد الكبد هو بيحوي سموم كثير كيف بدنا نعالج الكبد بنعطيه نوم نقطة بنضغط له عليها وبنضيف لها شغلة الصبح كاسة مي فترة مع نص ليمونة 15 يوم هيك الكبد هو عم يضغط 15 يوم يكون الكبد تبعه نظيف من كل السموم يفضل الكل يسوى هيك شايفين هاي هون هاي الانفاي نقطة قال هون شو بتعمل اي مشكلة عندك بسنك بتضغط هون بتلاقي نقطة شو رح تعمل رح تجعك رح تطلع عن طبيب الاسنان بتعرفوا نحن اثنين ما بنحبهم بالحياة لا طبيب الاسنان ولا المحامي انه ما بنشوف خلقته الا وقت المصائب هل المحامي ما له حل يعني الله جبر الله طبيب الاسنان لقينا له حل مستجوك شو بنعمل له هذا طبيب الاسنان تاخذ معك قلم وبتضغط على السن اللي عامل لك مشكله عرفته وبتضغط عليه بتقول له اشتغل اكثر من 60% من الوجع ما بتحس فيه هو عم يعالجها المضغه هو عم وفي اشخاص ما اخذوا مخدر وعملوا لهم حشوه هلا بتختلف من شو من اشخاص نسبة شو الالم عندهم في اشخاص عتبة الالم عالية بتخف 60% في اشخاص عتبة الالم عندهم هدول بياخذوا هذا ما في تعمل هيك ما بيحس لو حشيت لو صار حشوة للاسنان بنسوى بامكانك تعمل فحص لاسنانك اذا فيهم مشكلة انا علمت الاطباء بالاسنان صاروا قبل ما يفكوا الحشوات او كذا يعملوا فحص ويرسموا الاسنان يعرفوا اي سن في مشكلة طبعا اذا اتقنت السجوك انت بصير عندك مهارة هلا هون في عنا علاج الاعضاء التناسلية انتبهوا علي شايفين النقطة هاي اي رجل
معه مشكلة بالأعضاء التناسلية، هي النقطة. أي طفل ببول سريريا، هي النقطة. أي مرأة مع التهابات نسائية، هي القردة. والمفاجأة بقى الحلوة، البنات يلي يجيون الدورة وبيصيبهم آلام فظيعة جدا وما بيقدروا غير على شو المنطقة، بيعملوا لها مساج ما بتعود بتتألم أبدا. ديك النقطة شايفتيها، هي مساج مع ضغط، هي بدها شوية مساج. فهي من أهم الشغلات، هي المشاكل كتير مهمة هي النقطة. طيب إذا جانا رجال ما بيمشي حاله زيادة، إذا بيعمل النقطة هي شو بيصير؟ مرأة عندها التهابات زيادة، النقطة هي شو بتساوي؟ بتقدر كمان تاخذ حقن بالبابونج أول مرة وثاني مرة بشو؟ بالزعتر البري. مهبلية للمرأة. هلا في شغلة هون، شو رأيكم هيك شخص موظف محترم مدير يا أخي، وراح رشح ونزل أنفه قدام الناس، قد إيه بهدلة؟ جايكم على المحاضرة قد إيه بهدلة؟ علبة بحاني والله بهدلة. ما هيك؟ قال في له حل، كنا بنعرف المطيطة، ما هيك؟ مطيطة، مطاطة، في موظف ما بيعرف المطاطة؟ قال هون حطينا طريقة الأنف، بنحطها من هون ومطاطة ومنعصة وما بيعود بشر أنفك. مطاطة. عند الأم. إلا عم شر، إذا حدا عم شر أنفه شرفه هون أنا ما تفير. هلا هي طول ما أنت قاعد قدام ناس تعملها مشان عدم البهدلة يعني. ما يعمل حجة انه والله انا مهيم شاطون نهار محاطة محارين. هاي الشغلة بتفيد كتير. اثنين، اي مشكلة عندك بحالة الانف، تمام؟ طيب اذا حملنا حالنا حساسية، برافو عليك، حساسية هي عند الانف، تمام. لا مو مبطط، هاي بالضغط، ضغط. طيب إذا جينا، أنتم بتعرفوا أنه نحن يمكن 70% من البنات عنا و 30% من الشباب الأنف في شوية تصليحات، كنا بنعرفها هاي. إذا جينا مسكنا الألم وضغطنا هون، للي عاملة بأنفها شي شو رح تحس؟ ليش؟ إلا إذا صارت القصة أكثر من 4 سنوات. أصلاً متبين إذا ناجح العملية مع لما لا، من إمتى؟ من الضغط. إذا الجسم تقبل ومترجع أنه ما في ألم، إذا ما تقبل الساعة عندها مشكلة وين؟ ما عم يتقبل الوضع الجديد. فهي أحد الشغلات اللي مفحص فيها، إذا ساعتها بتكون هي المناعة تبعه في بدها دائماً هي شو تعمل؟ تضغط وين أو يضغط وين؟ على المنطقة مشان الأنف شو؟ نفرغ السلبي أول بأول. طيب هلا اذا في شغله بقى، هدول هي اللي وصلت لمرحله انك طول النهار اي الحساسيه الغليظه اللي حمصه قطعت حمص بتحطها هون وبتلفها خلص من القصه. طول ما انت بالوظيفه مشان ما كمان طول ما عاد بالوظيفه يعني بالمنطقه قدام الناس مشان البهدله. بلا هي مجرد عملتها هيك متى ما وصلت لهي. هلا هون اذا انت عندك نقص شديد فيتامين سي بتساعد، بدك ترجع تاخذ فيتامين سي. بس اذا ما عندك نقص فيتامين سي خلال كم ساعه بتكون طبط. الحساسيه هلا في قصص هون عنا، نحن اي شغله في العالم بدنا نعالجها بتكون فيها مشكله بنرجع من اول شو؟ جهاز المناعه. واذا بتقوي جهاز المناعه وبتبلش تعالج فهمت علي استاذ؟ يعني انتو اي شغلة بتعرقي معكم ارجعوا قوموا جهاز المناعة بفيتامين اي، تمام؟ خدوا كورس فيتامين اي وانتو عم تعادوا بصير العلاج شو؟ جدا سهل. في شغلات الدواء السحري، الشغلة السحرية اللي نحن ما بنعرفها،
إذا صابوا الواحد التهاب بدل ما يأخذ حب التهاب جربوا خذوا فيتامين إي وشوف مناعتك مع حسنة تمام. فيتامين أكثر شغلة إذا كثير تغلظت القصة بتطلع لك حبة هاي هي. شو بتعمل؟ بتبطل بكترك شوية مي خالصة القصة. أما حبوب الالتهاب وغيره وغيراتها في عنا كلاوي بنكرياس وكبد محبة عنا. قال في عنا مشاكل بالظهرية مرتبطة بالتشنج وفي مرتبطة بشغلة تانية هي الأعصاب. قال شو بدي أعمل؟ ما لازم شخص يعالج عمود الفقري إلا ما ياخد إبر فيتامين بي. هاي بداية لسه ما بلشنا بالعلاج لازم يتاخد لأنه ينخاف إنه هو عم يعالجه شو يصير معه؟ لا اللي عم يعالجه المريض إنه أنت عم تعالجي إذا ما عنده فيتامين بي بكمية كبيرة ومتظهر شو يساوي؟ يعني بالتمزق. ففيتامين بي بيعالج الأعصاب. الأعصاب هي اللي بتمسك العمود الفقري لازم يكون قوية عشان المعالج إذا بدها طقة بدها رجعة يكون الأعصاب شو عاملة؟ شادة. فعندنا فيتامين بي هذا ضروري جدا إبر. لازم الإنسان الطبيعي ياخذ دائما. المشكلة قد ايه بدك تاخذ تمر لتسكر فهمت علي؟ في التمر في احماض امنيه وفي فيتامين بي بس مو بالكميه اللي بتسكر امراض وقايه تمام. العمود الفقري في عنا هي المناطق الانعكاسيه تبعه. قال بس من دون ما ناخذ شو؟ فيتامين بي ما بنقدر نستفاد شيء. وبعد من المنطقه اللي نحن اذا كانت تسعه مو موصله للديسك بنقدر ناخذها بنقطه انعكاسيه وبنكمل الطريقه كثير سهله بامكانها تمنع كل الديسكات. فرشاية الشعر مشان اختصر عليكم فرشاية الشعر اللي تفرجوا شعركم فيها المبوزة الحديد تمام بتسطح الشخص وبتمرقها. هي شو بتعمل؟ عم تعطيك متر ابر صينية نقاط انعكاسية وكأنك عم تحك له ظهره. فنحن حكة الظهر لها معنى تمام لأنه في نقطة انعكاسية فيها طاقة زيادة. نحن شو بنعمل؟ بتمسج له اياها بشو؟ بفرشاية. هي بتعمل لك شغلة عجيبة. مو تعدي كمان تضغطي ارحمي حالك شوي. قال هون في عندنا شغلة ثانية حمل فرشاية هالقد على كف ايديك على اجريك عملت شو هون انت؟ عملت تنشيط لكل نقطك. فعملت انت هون شغلة بسيطة انك ساويت نقط انعكاسية عندك فيها مشكلة كلها شو عملت؟ اللي هي تبع الحنجره اللي بتكون في عنا مشكله بالحنجره مؤقته وفي مشكله اسمها بالغده عشان نفرق تمام. الغده دائما اللي عندهم غده اذا بتلمس هون بتلاقي فيه يبوسه تيبس شديد تمام. في حدا بيجي سوري يجي متطوع يجي لهون هلا بيقولوا اتفقنا وياك غيري تفضل. نصر عاملهم حط لنا الكاميرا بعد اذا تفضل يا استاذي. شوفوا علي شو بدي اسوي هلا في موسي جوك هلا بدها تتطور القصه تمام. هلا دائما هي نعمل هيك شايفين ونضغط هلا دغري انا عارفه كانه برج الثور شايفين هي شايفه هون اللي موسي هي دائما عندهم بدايه غده هذا ما في مجال ولكن في منهم على مستوى شو خفيف وعادي. طلع شو بتساوي انا؟ طلعوا علي تحمليني صعب ميسي وعدتك لا 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 طالع كنت بتعرف انا صفر على المهبيه هلا
طبعا من الرقبه بالذات بامكانك تحل شخصيه اي بني ادم بس مو هلا لما نحن نطلع على القصه شو شعرتي هلا؟ لا فتحت شوي من جوا بس من برا حسيت في وجع كانه تمام هذا الوجع موجود عندك هيك هيك ها شايفه؟ ايه هي قديش طريت فرقت؟ طيب شايفه الاستاذ هنيك بتعرفي شو اسمه؟ ابدا؟ طيب اللي جنبه؟ ابدا؟ لا من شو تاني استرخي هاي استرخي استرخي بس خلصت يلا خالصة خالصة يلا استاذي تري شو اسمك استاذي عفوا لا 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 استرخي 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 بس قومي يلا خلصت فشو عملنا حركنا الدم كله وصل دسي لي رقبتك هي تبعك ما تبعنا شو فرقت معي يلا تفضلي حاجة خلصت الموضوع قد ايه بسيطة مع الشغلة بس الطاقة من عند الطقوة هاي الطاقة لحد هلا ما عندنا حدا يمكن نادر بسوريا اللي هي داسين برا بحطوا لهم آلة بتدربوا عليها انتم ممنوعين اي واحد يطق ابدا هاي ما في عندنا هون تصلب في عنا التصلب هذا ناتج جوع عن الغده، شو عملت انا بشغله بسيطه جدا، شو سويت؟ وانا هون بغط على منطقتي صباح الخير، انا سعيد جدا فيكم. هلا كل ما بعطي محاضره او بعطي شغله بحب اني اخلي بصمه الناس تتذكرني فيها. وانا حملنا حالنا والاستاذه غاده دعتني مشان اعطيكم محاضرة فكان الموضوع عن تعريف شغلة مرتبطة ما بين البيئة وعلم الطاقة. حبيت انا اضيف لهالشغلة اني افيدكم بقصة اني اقدر اعطيكم علم منه له خلال ساعة ونص. والافظع من هيك انه العلم هاد بعد ساعة ونص يعني من تنتهي اليوم المحاضرة ان شاء الله بيطلع بيكم تعالجوا 70% من الامراض. يا سعادة بتقولوا علوم الطاقة جماعة اشخاص محتالين ونصابين وانا معكم لحسبهم ونسكر الاكاديمية ونخلص او بتصيروا انتم من الاشخاص اللي بتتابعوا الابحاث هي وبتطوروا ونحن بهالبلد اكثر شغلة اللي بعازتها انه نخلص من الامراض اللي عم تصيبنا. رح نبلش نخفف الموضوع ونعرف شو هو علم الطاقة بس الطريقة كيف مختلفة عن اللي بيشرحوها الأشخاص أو مو فهم كيف فهمانينا. هل علم الطاقة موجود بكل حياتنا بس من دون ما نعرف؟ إذا بتلاحظوا بالسنين الأخرانيات كله صاير عم يحكي طاقة 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 عندك من الملحد للمتدين عم يحكي على الطاقة بطريقة غير مباشرة. طيب شو العلم هاد اللي ما في بلادنا من 3-4 سنوات فقط عرفته؟ هذا العلم موجود من ما يقارب من 10,000 سنة عند الهمالايا بين الصين والهند. كان في عنده القصة العلم كان محرم حتى على الصينيين وعلى الهنود، كان فقط الأشخاص المميزين يلي بيمارسوا. أنا واحد من الناس وإذا مارست العلم من ما يقارب 25 سنة. أنا بعرفكم على حالي، أنا كنت مدرب فنون قتالية، مدرب المنتخب الوطني، وكنت مارس أقصى أنواع التدريبات تبع التأملات فنون القتالية. إذا سامعانين عم بروسلي ولا علوم هي الغريبة التحملات وطبعا توقيف القلب وتحريك الكلاوي والشغلات اللي بتفكروها من الخوارق بشوفوها من التلفزيونات. وهي كنا وانا نطلع على هذيك الدول كنا نتدرب التدريبات القاسية. تفاجأنا بشغلة انه في اشخاص احجامها كتير صغيرة مثل ما بشوفوا بالافلام جاكي شان وبروسي والاشخاص عندهم مقدرات خارقة جدا للامريكان وللاوروبيين وللعرب رغم العضلات والاجهزة والهرمونات اللي بيطلع بايدهم يعملوها. يعني مين بتخيل الانسة اللي قاعدة هون انا بعد 3 اسابيع عندي مقدرة اخليها تحط السيف برقبتها وتطعجه؟ طبعا بتقولوا ده هي شغلة خارقة او سحر. لا لا خارقة ولا سحر، بس في تنشيط وطاقات معينة بيقدر الشخص يعمل الشغلات هي. طب النانون
علمونا. قال هون في عنا نحن شروط. طبعا نحن نعرف الدول العربية الشروط الفلوس منيك اللي هي آخر همون. طيب شو هي الشروط؟ قال ايه ده يتعلم. طبعا هون في عنا قسم اللي اخدينه جدي هن اهل الصين اللي بسموها بطاقة شي، اخدين الشغلة نظام جدي مو طبيعي. وفي عندك اللي المدارس الجديدة هي طالعة تبع اللي بتشتريها $50 و$60 دولة و$100 بكثير عن طريق الانترنت، هي امثال برانا وغيرها وغيراتها. هدول المدارس اللي عملوا حالهم لهم علاقة بالطاقة. طيب رح نشوف الشيء، ليش الشيء انتم ما بتعلموها؟ اولا نحن ما بنعلمها الا يكون الشخص عنده واحدة من ثلاث ميزات. شو الميزة الاولى؟ يكون رجل دين. رجل دين بوذي ما عندنا بوذيين. بدك تكون طبيب، وطب مرتبط بالابر الصينية والطب الصيني. ما لم ندرس الابر الصينية وما الابر الصينية. والثالث هتكون مقاتل معك من فوق الاربع دان. قال الصينيين اللي لازم يتعلموا علم الطاقة بدهم يكون واحد من الثلاثة هدول اللي من حقهم يفوتوا بهالعلم. غيرهم بيعتبروهم شو؟ مطلع عندهم اطلاع. درسنا الابر الصينية وقواعد الطب الصيني، وبنفس الوقت معي انا 8 دان يعني مؤهل من بعد الاربع دان اني يفوت بالطاقة. فتنا بعلم الطاقة. عالم اخر غير ما تتخيل. طبعا مثل العادة وصلنا على بلدنا هون عم نسأل الاشخاص انه شو هي علم الطاقة وما علم الطاقة. طبعا كثير من الاشخاص اللي بيدعوا انه صاحبين دين او مثقفين، اول كلمة سحر. شو سحر؟ اخي دول تعامل مع شنو؟ شياطين. طبعا هي بكرة اول ما تحكوا بالطاقة وتبلش تحمل حالك واحد معه شقيقة بتعالجه ب30 ثانية رح يقول لك يا ساحر او معك عفريت. فنحن صرنا نبارك لبعض، كل واحد يقول لنا يا مجنون او يا ساحر نبارك له. لحد هلا كل ماستر كل مدرب بفوت معنا من دائما العلماء اول ما يبلشوا شو بينادوا لهم يا مجنون يا ساحر، لانه ما بيستوعبوا عليه. اطلع شوف هنيك شكل بالصين وبالهند وننزل لهون نسمع شيء. سكتنا طنشنا، اخذنا لقب الماستر تمام ورجعنا وبلشنا شو نعمل. يا اخي قلنا لهم بعد ما تخرجنا الماستر نيك يعني صرت معلم، انه نحن عنا اشخاص وعنا ناس صعب نعلمهم فنون قتاليه. انه شو بدك تعلمه وضعيات؟ هي شغله صعبه. قال اخي بتقدر انت تعمل جزء من هذا الموضوع على حسب عادات وتقاليد بلدك. وهذا اللي بلشت الرحله من تقريبا من 9 سنوات. اول محاضره عملتها مركز ثقافي بكفرسوسي تمام، وعرفنا عن العلم هاد وطلعت بالتلفزيون وبلشت القصة شوي شوي تاخذ. لحد هلا عنا اكاديمية، عنا اشخاص مدربين من 18 دولة، عنا تعاقدنا مع مركز الاعمال الاوروبي الحائز على الايزو العالمية بالتعاون معه، كمان هو عنده 11 فرع بالعالم. المفاجأة اللي قليل بيعرفوها هون انه دمشق سوريا بالذات، ودمشق بالذات هي الأولى على الوطن العربي بعدد التدريب. بآخر سنتين ونص حققنا الأولى بعدد الأشخاص المتدربين والمحترفين اللي بهالاختصاص، بالوقت اللي كنا شو مو مسموعة. هلا من المحافظات النشطة أكثر محافظة هي دمشق، كانت حلب، هلا حلب إن شاء الله تزبط أمورها وترجع. هلا اللي موجودة عنا اللادية، عندنا دمشق واللادية كتير نشيطين جدا من المحافظات، ومن جديد هلا داخل طرطوس على الساحة وعملنا خرجنا 100 واحد من كم يوم. طيب معناتها بلشت عنا في أشخاص عم تستوعب الفكرة وفي ناس عم ترفض. طيب ليش الرفض؟ هو فكرة التغيير. نحن في عنا شغلة قبل ما نفوت بموضوع الطاقة ونبلش نعالج بدنا نعرف شو وين المشكلة عنا. نحن واقعين تحت برامج. نحن ما بنفرق عن الكمبيوتر بشيء. كني قاعد ببرامج وهي البرامج منها العادات ومنها التقاليد
ومنها الأمور الدينية اللي لا بناقش غير من خلالها. يعني في أشخاص كتير بيجي بحاكيني وبيكون لسا يا دوب عرفان له كلمتين بعد ما الطاقة ما صلوا عنا هي اللي استاذ أنا حابدع شغلة فظيعة له تفضلي شرفوا اللي حامل طاقة إسلامية أنا الله يرضى عليك شوي طاقة إسلامية قال إيه مشان نحنا هيك في شغلات عنا بالإسلام حكاها النبي مثل الطاقة فنحنا نحن نزبطها لإسلامية شو رأيك بلو عن ضد القصة هي ليش لأنه هي القصة وده دخلت البرمجة اللغوية العصبية على البلد ما خربوها إلا يبلشوا بدهم يساووا ليها إسلامية أول بدهم يساووا ليها مسيحية هذا صار بده يعطي الكنيسة وهذا صار بده يعطي جامع فتنا كركبة وآخر شيء لح يعملوا لي شوي تاني أحزاب اسمها الأحزاب البرمجة اللغوية العصبية فالطاقة ما لح نسرح فيها بهالقصة اللي علمونا إياها ما هن إسلاميين عمر 10,000 سنة قبل الإسلام وقبل الأديان كلياتها هلأ كيف وصلوا لعلم الطاقة بحب لكم لقصة ومنها هي الأبر الصينية كيف وصلت لها المقدرات الخارقة شو عملوا دولة في أحد ملوك الصين جاب على طباء قال لهم في عنا أشخاص كتير محكوم عليهم بالأعدام وأشخاص أسرى حرب أنا حاختصر عليكم أعطيكم ياهم ضلوا حطوا أبار شقشقوهم عملوا اللي بدكم ياهم محكوم عليهم بالأعدام لا تطالعوني طب ما يقدر عليه حدا بالعالم وتكتبوا يكون هذا بالنسبة لنا يحيي الشعب يحيي ذكرى أنه الصينيين شغلة كبيرة وبالفعل عملوا تجارب مرعبة على البشر بيقولوا أكثر من 20 مليون شخص جربوا عليهم الأطباء الصينيين فطلعونا بآخر شيء علم اسمه الأبر الصينية وعلم الطاقة وشو بتعمل احنا نحن نفكر بقصة في زمان عملت محاضرة بحلب اول ما حملت حالي وفتت على حلب يمكن بتعرفوا اللي بسافر على حلب بشكل عام مجتمع مغلق فالشاطر اللي بده يقول اذا اجا هذا موفق رجيلي لنطالع لنعمل لنفعل بتعرفوا العرب وشو بيحكوا حملت حالي ونزلت على محاضرة قلت لهم ما في نحن طالعين وعزمنا وقت على الأطباء والصيادلة وعلى عينك يا تاجر طالوا وحطوني على الاختبار يا بطلع صادق يا كذاب أنا ما عندي مشكلة المحاضرة طبعا مصورة وصلت أنا حكيتهم طريقة كتير مبسطة قلت لهم نحن في عنا شغلة كنت لازم نجيب لكم الأجهزة معي طلعت هيك جهاز قلت لهم هذا الصيني المتخلف اللي ما بتعرف شيء مخترع جهاز بتحطه بيطالع صوت عند وين المشكلة بجسمك تعطيه شوية زبزبة إذا معك شقيقة بتطيب إذا معك ديسك كذا هي الصين المتخلفة شو بدنا فيها أما اليابان المتخلفة أكتر عملت لنا جهاز تاني على كم كبسة بيعالج كتير من الأمراض كمان متخلفين نحن نتركهم نحن وناخد رأي الحلبية جماعة الكباب ونشوف شو لح يعترضوا هدنك معترفين بالطاقة ووصلوا لها الأجهزة نشوفهم أنتوا شو لح يطالعوا لنا فتفضلوا قولوا لي أنتوا شو عملتوا ما تتحدوا لي الصين واليابان تتحدوا لي ألمانيا طيب هم بلشوا بقى يتراجعوا من البساطة انه عالجنا ما يقارب 90 بني ادم على المنصة بعد المحاضرة وصارت بعدين حلب من اكتر المحافظات اللي تشتغل بعلم الطاقة ونبقى تشوفوا بينكم يعني الكذاب ببين ما اللي حلكم نطينا بحلب نحن نوجيكم ننطى بالشام طيب ننتقل لشغلة تانية قال نحن من نعرف انه كيف هذا بيصير المرض كيف نظريات ونحن بنعرف انه المرض معروف انه مين بده يعرف لي الطب شو هو؟ نحن الطب يا أدوية التهاب يا فيتامينات يا مضادات أكسدة أو الأكسورة وشغلاتها في شيء تاني وكله من خلاله بيكون أدوية يعني إذا أعطاك 20 شركة شو هي كله التهاب أدوية التهاب أو فيتامينات أو شيء مضاد أكسدة اختصر لنا الطب كله أهنن قالوا لا في شغلة تانية شو هي؟ قال في شيء اسمه حوالين الإنسان أورا هالي ذبذبة
إذا هلأ منطلع هيك بتطلع فيه بتأكد بتلاقي هون في حواليه هالي، إذا بتطلع شوي بالجو بتلاقي فيه شو الأسير، الطاقة، الزبزبة، الكينونة، أسماء كلها عبارة عن كهرباء، عايشين بعالم الكهرباء لحنا، طاقة ترجع الكهرباء طاقة. قال هذا كلياته مقسم السمو بالحضارة السنسكريتية من 10,000 سنة لسبع أقسام سموها الشاكرات. والله حلو. شو هي الشاكرات؟ قال هي بكل مختصر منابع الطاقة. يعني نحن قاعدين بهالمكان بهالصالة ما بدنا منبع طاقة لنشغل الكمبيوتر، بريز، هي دوامة، هي اسمها هي منبع طاقة. قال الإنسان هذا شو عنده؟ عنده سبع منابع رئيسية. قال ضلت هي خرافة يعتقدوا فيها لإمتى؟ وده بلش الاتحاد السوفيتي ينهار. في بروفيسور اسمه كيرليان اخترع جهاز بالثمانينات صور فيه الاشخاص الناس كلها قام طلعوا عندهم هالات سبعة ومنابع طاقة. صار الاتحاد السوفيتي يتبنى الطاقة. طبعا للناس ما بيعرفوا انه الاتحاد السوفيتي قبل امريكا تبنى علوم الطاقة. فشو قال؟ قال احنا منخليها لمين؟ كمان للنخبة. واذا صار انهيار الاتحاد السوفيتي وطلعت الاجهزة وطلع جهاز كريليان انفضحت القصة بقى. فصار ينباع علنان وهلا على الانترنت بامكانكم تشوفوا الجهاز. هذا بكل بساطة بتصور الشخص ببني لك هو وين مشكلته؟ شو مشكلته؟ مشكلته والله انه عشقان. مشكلته لانه تفكيره غير منتظم. مشكلته انه ما بيعرف يحكي مزبوط. مشكلته لانه معتقده بخالف معتقده، يعني بيظهر للناس شيء وجواته شيء. قال هاد كله صار في اجهزه بتكشفه. يعني انتم بتتخيلوا انه هدول الدول المتقدمه عم يجي يحمل حاله الواحد فايت بمطار فات على سفارة بخمس دقايق عم يكشفوا كل شيء عنه. شو هن معهم جني؟ ايه معهم جني، اسمه جهاز كريليان. من دون ما تعرف يكون نزلوك على التصوير عرفوا انت اذا كنت ارهابي ما كنت ارهابي، كل هذا بيفهموه. واذا انت عندك خلفية لهالموضوع لما لا، واذا متجهز لما لا، واذا كنت متدين لما انت كنت كذاب، كل هذا صار قديمة جدا من التسعينيات خالصين من هيك تقنيات. هلا رح احط لكم فيديو صغير ورجيكم كيف تتكون الشاكرات والطفل من اول ولادته كيف ببلش تصير الشاكرات عنده. استاذ ملهم الكمبيوتر الثاني جهز ليها. قال هي الشاكرات بتعمل الشاكرة اتفقنا منبع طاقة، وفي عنا شغلة متفقين فيها مع مين؟ مع علم النفس. طبعا بده يدرس طاقة بده يكون كمان عنده جزء عن النفس، واللي هو شو؟ انه قال في شيء اسمه هالة. شو هي الهالة؟ هي كهرباء حول الجسم، طاقة. قال هي خزان اللاوعي عند الشخص. قال كيف خزان اللاوعي؟ قال انت اي معلومة بتصير معك تمام تتخزن وين؟ بالهالة. وعلى حسب الهالة هي والمعلومة اللي مخزنة عندك تمام بتكون انت الحالة عندك او المشكلة اللي عندك اللي بتواجهك بحياتك. تمام؟ لهذا الاستاذ. ففي هون عنا قصة. وده بيكون الشخص حمل حاله وعنده مشكلة مرتبطة بالعاطفة. قال بده يصير عندي هون انا مشكلة انعكاسية. هلا اذا ما نلاحظ الواحد اذا مزعوج او متضايق شو بيقول؟ والله انا ما لي قدران اكل. طيب ليش ما قدران تاكل؟ قال لانه الشاكرة العاطفية اللي عند السرة فيها شو؟ صار فيها خلل بالطاقة. تمام. قال هذا بنقدر نستخدم علم الالوان تمام واللون الاصفر بالذات. اذا جانا حدا من العشاء واللي فايت اللي ضعيفه قدام اولادها اللي ضعيفه قدام الاكل، يعني نحن وقت بنعالج الشخص وحده بتقول لك والله انا اذا شفت الفروج ما بيطلع بايدي قاوم وبحبه كثير بحب الاكل يا اخي. هي مو نجي بنقول لها تعي العبي رياضه، قد ما لعبت رياضه هي بتحب الاكل، شو بدك تسوي فيها؟ بدك تعالجها هون وين؟ عاطفيا انه هي عندها مشكله بتحب الاكل. ف
هي الحالة كأنك عم تعجز عشان واحد. فهي احنا اول شغله بنبلش، وطبعا لحد هلا هي الاجهزه حتى بتطالع الذبذبه اذا واحد عنده المشكله هي. ففي عندك عشق الاكل هذا مصيبه بحد ذاته تاني. فتخيل انه في اشخاص بيقول لك واحد انا مدمن دخان، تاني بيحب الدخان. المدمن له طريقه، واللي بيحب الدخان له طريقه، تمام. ولكن اخطر انواع العشق هو العشق الرجل للمراه. تجي واحدة بتقول لي يا والله في فلان احكي لنا عنه هذا يا حبيبي، يقول لك غبي حمار كذا 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 كذا، بس بحبه. طيب يا والله ما شفت حسن انا يا مخلوقة، ومو مريضة بعدين بتقول لك انا ماني مريضة، شو مالك مريضة خالصة انت. قال هي شو بنعمل؟ بدنا نشتغل فيها شو؟ التنظيم الشاكرا عندها، هي الذبذبات الطاقة اللي بتطلع من شو من الصرة فيها مشكلة، تمام. طيب رح اعطيكم اختبار على مزحة، وكل من يقول شو طلع في الاختبار، كل من يحط ايده على صورته ويضغط، اذا في وجع روح يراجع حاله شوف شو مين عاش قال له باشي فروشي قصة ما بنعرف. قال هي الصرة هي اللي بتعملنا شو؟ بتعملنا الفضايح. هلا اللي بيضغط بقى ما بين النهدين هون، قال هذا بقى بيبين اذا الزلمه مخه ساوي لما خالص. كمان في ناس بتشوفوا لابسين قومه هيك ومظبطين حالهم، بس شو مشكلته؟ سوري من كوتيس خالص الزلمه، فهمت؟ عاري كتابين ومن ترين ماشي، هذا شو على ضغطه من هون بيبين اشكره يعني. على وجع قال هون معناتها في شغله نحن واذا بنحمل حالنا، اذا قلنا لكم شغله بسيطه، ليش انت بتكون ايام قاعد وبتحك غير الجربان طبعا، بس في حكم زي حكي الواحد هيك. قال هي بعلم الطاقه عنا فيها لها قصه. قال كل نقطه انعكاسي بصير في خلل بنقطه معينه، بتكون في عندك ذبذبه زياده عن اللزوم. خلينا هلا نتفرج على هالفيديو هذا. هلا حكينا عن علم الطاقة وعن العلوم هي، ونعرف اذا سألنا سؤال كم مدرسة بعلم الطاقة موجود؟ في اكثر من 5000 مدرسة. ثلاثة هن الرئيسيات، في عنا مدارس رئيسيات ومدارس فرعية. شو هن المدارس الرئيسيات؟ في عنا مدرسة تشي هي الصينية، هاي ماما يعني ام كبيره. عندنا مدرسه ثانيه الصينيه الهنديه هي اليوغا. في عندنا مدرسه ثالثه اليابانيه هي رايكي. ثلاثه رئيسيات من الثلاثه. بتعرفوا احنا في عندنا البشريه دائما عندنا شو، كل استاذ بده يطلع بفكره. صار عندنا ما يقارب اكثر من 5000 مدرسه بالعالم. طيب هذا غلط لما صح ال 5000؟ قال كلهم صح وكلهم غلط. كيف؟ قال عنا دول المدارس الرئيسيتين الام اليوغا وتشي. قال هدول وقت بيدرسوا الطاقة بيدرسوا من الالف الى الياء وجميع الاختصاصات. يعني انت اذا درست الصيني بتبلش بالرياضة للاعشاب للابر الصينية، بتنتهي باخر شيء بشو؟ انك تحمل حالك وتصير شخص خارق و و و و وتوقف قلبك، لك مليون قصه. وباليوغا نفس الشيء. الرايكي هي اول مين بلش يطلع من الموضوع هن اليابانيين. شو قالوا؟ هل احنا حنختصر على حالنا. الناس عم تحمل حالها بدها تدرس العلوم والرسومات كذا، بدهم 20 سنه. كلهم مثل موفق رجيلي بيقعد 20 سنة هو عم يطح. لا احنا بدنا نصير اساتذة، اليوم رح تطلعوا اساتذة بالسجن بساعتين يا جماعة وتاخذوا شهادة. احنا طحينا على الشهادة 23 سنة لحملناها، انتوا رح تعملوها بيوم واحد اليوم. قال هيك نظرية اليابانيين. قال والله قال احنا رح نعمل شغلة بسيطة. رح ناخذ رسوم، أربع رسوم رئيسيات مرتبطة بعقل اللاوعي، ونطالع مدرسة مين ما بيقدر يفوت فيها بخلال أربع أسابيع بصير أستاذ. صارت مدرسة، في أشخاص صار يبدعوا مدارس لا مال نهاية. كل مين شو ياخذ؟ ياخذ من الماما الكبيرة شو ياخذ؟
شغلة ويشتغل عليها. احنا اليوم عندنا واحد كوري مصيبة زرقاء، نظام كوري خاص خلى الاتحاد السوفيتي بجلالة أمره بجلالة قدره يعمل له أكاديمية، خلى الجامعة الجامعات الأمريكية تنزلها مادة رئيسية. شو اسمه؟ سمى مدرسته سوجوك، أسهل مدرسة الله خلقها في الكون، تتعلمها خلال ساعة ونص ساعتين تطلع أستاذ فيها، بتعالج 70% من الأمراض. إن شاء الله تكون ما بتعرف لا تقرأ ولا تكتب، وإن شاء الله تكون معك بروفيسور. شو هالمدرسة هي؟ وأفزع شغلة إنه لهلأ إحنا بالتجريد، اللي منكم مع وجع رأس إحنا وبابو أنت ما عاد تأخذ وجع رأس، البنات اللي عندها مشاكل بالدورة ما عاد في داعي تأخذوا الإبرة، وا 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 الديسكات ديسكات بصير من الماضي إن شاء الله. طيب شو البني آدم اللي قدر يعمل أشياء ابن سينا ما سواها يا جماعة؟ قال هاد وذا إجا حمل حاله وفات بالأبر الصينية. الأبر الصينية بتعتمد على قاعدة نشرح فيها كيف. قال إذا وين ما بيصير مشكلة بالجسم إلا من خلال خلل بالكهرباء، فنحن يم نستخدم أسلوب الأبر الصينية، هي نظريتها، نستخدم أسلوب مرتبط بالأعشاب يعني بالتغذية الصحيحة، زائد مندور على خلل يعني حمل حاله واحد وجعه ظهره ديسك مثلا. قال هذا بده يعمل نوع من التشنج، فهو ليه صار التشنج؟ لانه هو ده بيقعد بضل مايل عمرو الوقت وعم يتفرج على التلفزيون، هون الفقرات شو عملت؟ اكسدت. قال هم بده يعمل خلل طاقي، هذا الخلل بيعمل هيك بيعملها وحده، هاي هون هاي هون مثل المسبحة، دوائر متداخلة. قال هي بتكون تشنجت تشدد بسبب انه صار الطاقة هون ما بتتحرك، بيمسكوا الابرة الصينية بيحطوها، وهلا حنورجيكم كيف تنحط الابرة الصينية في فيديو انا مساوي لكم اياه بعد شوي، بتحطوا الابرة الصينية عن واحدة من هدول الدوائر وبتسحب الشحنة، بيرجع شو العضلة بتعمل؟ ترخي. أخي بس قال الإبرة الصينية هي متواجدة وين ما كان، ورجيني الألم هذا. هذا بده يستغني بهالألم عن الإبرة الصينية وعن جهاز الياباني والصيني والألماني. قال أي ألم أو أي شغلة مبوزة شو فعلك سواني بإمكانك تستغني فيها. مين قال صديقنا هاد؟ مين؟ الكوري. طيب كيف الكوري؟ قال هي شغلة ما لها معقدة كتير، الصينيين بقواعدهم الرئيسية دي وده بيعالجوا بيحطوا الظهر وبيبلشوا وبينتقلوا من الرأس للإجرين على حسب الحالة، ولكن علاجه الرئيسي هو من وين؟ من الظهر. قال هذا حلو عنا، شو بدنا بهالقصة؟ قال بما انه هي حلقات، قال الصيني شو بياخذ؟ بياخذ اكبر حلقة وبيحط فيها الإبرة الصينية وبينزل حتى يخفف الشحنات. قال هلا عني خطرت بباله هو خطأ شغلة، قال هي مسبحة، بدال ما أنا أخذ من النص وألحق، إذا أنا أخذت بس حبة وسحبتها شو بصير بقية المسبحة؟ قال هي القاعدة. طيب كيف بدي أبنيها؟ قال ببنيها عن طريق الكف ورد طلع بشغلة تانية عن طريق شو؟ الأصبعة. هلا هنلعب لعبية، هي اللعبية يا بترسم على ايدك ويكون افضل، او بترسم على شو؟ ايرين يلمك. البنت بتاخذ ايد اليسار والشاب ايد اليمين، انا اخذ اليسار لانه اسهل كون. بتعرفوا هيك كنا نلعبها لحنا صغار، هذا انفي، هي هون عيني، هي انفي، تمام؟ قال هذا هو الشخص الانسان. مو خطط جسمي كله ببلش من هون، رح نبلش واحدة واحدة. شايفين النقطة عندي هون؟
النقطة هون. اجا واحد قال لك نافوخي هون عم يجاني، مين منكم راسه عم يجعه؟ جاي للظهر. خلينا اول شيء هلا استاذ، هلا خلينا اول شيء على الراس. طبعا الصور هي كلها موجوده مع افلام توثيقيه بالاكاديميه، موجوده بتاخذوا عنوان اكاديميه، موجوده بتفوتوا بتلاقوها بتحملوها، اللي ما قدر يرسم الرسمات كلها. هذا وجع الراس هون، بس انتم بتاخذوا بالبدايه اذا رسمت الرسمه بصير هلا بتعرف المخطط كله. جاء احد قال لك راسي عم يجعني هون. مين راسه عم يجعه يجي لعندي نعمل التجربه عليه؟ ما شاء الله ما في حدا. انا بعد اعرف العاده الشعب السوري كله راسه عم يجعه هلا ما في. والله ممتاز جماعه البيئه، والله هيك 100%. اوكي هلا بنشوف شغله ثانيه. قال في شغله هون عنا، قال انا كيف بدي اعرف النقطه؟ النقطه هي قديش قدها بتكون؟ هلا هم كبرين لكم اياها. هي النقطه شايفين تقريبا قد بوزه القلم. طيب كيف بدي اعرفها؟ قال بمسك عوده نقاش تستان خشب ما في القلم، تمام، شيل انك ما تجرح، وبتطلع بتمسك لها للبنت ايدها اليسار وللشاب وبتطلع بالعين بعينه. قال لك راسي عم يجعني هون، تمسك بعد اذنك. عم نعمل هيك بضغط ضغطة وطلع بالعين، ما حكى شيء، ما بحكي بضل بضغط في ضغط جامد هيك. قال هي علق فيها بضغط عليها. لك لا 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 عضلات بتلاقي من شو صلوا، بتضل ضاغط عليها 30 ثانية ترجع بتريحها، بتاخذ الاصبع الثاني بتلاقي نفس المكان موجودة، ضلت تاخذ الخمس اصابيع. اذا بقى شقيقة وصل لها 10 15 سنة تعتاد 10 اصابيع، اذا شغلتها سنة ما لم طولة 3 اصابيع اصبعتين. بتبلش انت تضغط وما بتعود تلاقي منطقة الالم، ترجع لعند الاولين تضغط بقول لك ما في شيء. طيب شوف راسك يعني هيك، والله كان معي شقيقة وينها؟ قال هي بتعالج هلا اذا ما كان فقط في شو ضربة، يعني مثلا واحد جاي عامل حادث وبعدين طيب راسه بصير بيستغني عن المسكنات، مو بتروح الضغط، يعني بتعالج اي شيء مو مرتبط بفتاء او بكسور. والله ناطح الحيط زي ما عامل حادث ومشوق راسه والدكاترة عاملين له مناطق بغير طبيعتها ويجي السجك، لا سجك وبده نبيه اللي يصبته ما عاد يزبط هذا، بده هذا شغلة تانية غير مختلفة تماما. أما إذا كانت القصة يا أخي مثل هلا المرض الجديد اللي متحرك عنا كتير بسبب الموبايلات كله واتساب الرقبة، تمام، يعني ما مشكلة بالرقبة هلا منظبطه على الثواني دغري على الحارك ما بده شيء. قال هي بدايتها لشغلة سهلة هي تبع الراس، هي عنا أول نقطة. النقطة الثانية قال بفتل الإيد بالعكس، بيجيني الوجع راس وين؟ شايفين؟ شايفين الضفر؟ تمام، مين هلا يجرب كل مين بحاله؟ مين رقبته هيك حاسسة مالها تمام؟ هلا الموظفين كلكم يلا امسكوا لهم جربوا. يعني ما بده يجي لعندي لجرب له انا. نعم ما في ولو متطوع والله. تعال استاذ شرف لعندي، تعال 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 استاذي. الله يعافيك، تفضل. وين وجعك؟ خليكم معي يا اساتذه. طيب اعطيني ايدك، اعطوني اي الم اي قصه. شكرا لك. قال بلش طلعوا شو بساوي؟ عيني وين؟ تسلمي العيون حلوين. عفوا استاذ شو اسمه؟ سعيد. استاذ سعيد اهلا وسهلا. تمام. في شيء هون؟ مسكناها. تمام نعمل له هيك. هلا الساعة عم يجعك استاذ سعيد راس ربطة؟ لا 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 ما من حقك ثلاث مسبات وبعدين ارفع عليك دعوة. شايفين عيون محلاها كيف تغزل لحالها؟
ممتاز. حتى ما عم نتحمل شو؟ ليش ما عم اضغط اكثر من 30 ثانيه؟ لانه الالم شو؟ لا مبوز زياده مشان ما شو؟ حمود بخش له اصبعته للزلمه رو يعني خليك حنون. يعني لو كان انتوا ما بتعرفوا متفقين وياه. ممتاز. اي هم يروحوا هلا قبل ما اكمل حركها استاذ سعيد اللي شو صار لسه شويه تحسن. تمام شويه تحسن معناتها بدك تاكل لك كم وحده ثانيه. يلا استاذ سعيد شايفين عيون؟ احفظ العيون. ها طبعا هون الرجال بيعملوا هيك نسوا عادي اوكي. شايفين تحسن بلا شو؟ انا بعرف اذا تحسن لا ما لا من شو؟ بلاش تحسن. جرب هلا رتبتها. الله يعافيك. شكرا لك. خلصنا. طولي بالك جايين. استعدي هلا كله ان شاء الله بتطلع ولا ما في شيء عندنا مشكله. فتخيلوا هذا شو عمل؟ كبوا كل شيء حكينا تمام؟ وبكل بساطه نحن عم نعمل مو بس احنا والاساتذه اللي علمونا الاختصاص قدام عينك اخذ طاقه مجانين وسعراء ونصابين قاموا عالجوا مثل حكايتنا من دون ادويه ب 30 ثانيه. ومن دون أدوية إلا إذا متفقنا والأستاذ سعيد باب شو خورفكم بكرة بالأكاديمية. شو أستاذ سعيد في اتفاق بيني وبينك هاي؟ طيب مين بيقدر يقول لي ليش بالبداية أخذته وعطيت معه وسألته عن اسمه؟ مشانكم أنتوا هو قاعد قدامكم هلا هذا لحاله شو عم يعمل؟ توتر. يعني شايف واحد جاي لي بشعر طويل ورابط شعره وعلاج ب 30 ثانيه هذا اكيد ماشي عفريت لا عم يسلب علينا فهذا في شيء بده يعمل نوع من هال قال الشخص اللي بده يعالج شو بده يكون؟ وشو بشوش تمام؟ ونصيحه بزمانه انا صايت معي مشان انتم هي بزمانه اكلت كف بحياتي لعبت القتال بحياتي 27 سنه ما حدا وصل له شيء انا مره وحيده اكلت كف في حياتي شو هي من مريضه عمها مرضه من كتب عم تجع اميده اخذها على كف اخترتني كف فانتبهوا هيك خاصه النساء البنات اعمل هيك راسك بدون رده فعل الله اعلم شو هي فخليكم على حذر وريحوا حالكم وفي منه لسانه طويل يعني بتاكل لك كم سبب المعيه فلا تضغط زياده يعني ريح حالك مو تمسك لك شيء حدا تروح الصوت بياخذوا عليك فكره ثانيه بعدين اوكي هلا عرفنا عندنا مشكله يا زلمه اخ راسي صبغين شو بساوي هي بدها شو مو ألمين شو اول ما طقطق قال في كمان قال عنه قصه جديده هلا العلم هذا تطور كيف تطور؟ قال وصل لمرحلة انه يستخدموا شغلة اسمها البذور البذور اخي كيف هي البذور؟ قال في انواع بذور فيها جزء سلبي وفي انواع بذور فيها ايجابي الايجابي هي بذرة التفاح والسلبي بذرة الفلفل هيك شايفة الفلفلة مين منكم عنده مشاكل بالنظر كل شيء دريس
اوكي مين حابب عيونه تصير هيك عليها جوهر عالي؟ هلا بنحكي عليها كمان من خلال البذور، بس اول شيء خلينا نخلص هي النقطه. قال احنا اذا واحد عنده نوع من انواع المشاكل بالراس لدرجه انك اذا بدك تضغط هذا ما بكفي 30 ثانية، هذا من الاشخاص مدمن كحول، مدمن ادويه بطريقه مرعبه، يعني هذا شو بدك تعمل فيه؟ اي بس بدي احط اعملكم ملاحظه مهمه، كل شيء بدك تعمل له علاج لازم ما يكون اخذ لا ادويه ولا كحول. السيتامول يعني اجباري اقل؟ لا لازم يكون مو اخذ ومعالجك من السيتامول، اذا اخذه انا بضيع النقطه. انه على المدى يعني مو اخذ ولا بس؟ لا بس فتره، لازم يكون اقل شيء 6 ساعات مو اخذ او بتضيع عندي على النقطه. فهمت علي؟ يعني يجي واحد اخذ لك حبه بنادول بيضيعك، بصير تعمل النقطة، شو بيعمل البنادول؟ مو التخدير، وين ما عم تضغط رح تبخش له ايديه ما بتلاقي النقطة. تقول العمى والله طلع ضحك علينا الاستاذ، لا في سجن كلها في شيء، متفق هو الاستاذ سعيد علينا. قلت لا يا اخي الاستاذ سعيد ما اخذ بنادول، هو جاي لعندي، لو اخذ كان ما ضبطت القصة. البنادول شو بيعمل؟ اول مسكن، واللي قال عن اللي بيضرب لك كاس وبيجي لعندك خالصة القصة، بتدور هي سكين كذا بجوز ما تلاقي شيء. تعبنا هنا وحدك نضيف. فمعناته المعالج اول شغله شو اذا بدي اعالج حدا شو بيقول له؟ بعدني عن شو؟ نحن والكيماويات ما لنا صحبه. قال بس هذا زلمه عنده يعني شقيقه او مشكله غير عاديه، يعني واصل لحد انه الزلمه مدمن، يعني مدمن ادويه. جايك والله معي شقيقة 20 سنة صلي يا ستار 30 ثانية مو منطقي. شو بعمل هذا؟ بجيب فلفلتين حبتين فلفل أسود أسود لأنه سلبي والسلبي بيأكل سلبي. قال بضغط على النقطة بعرفها فينا وبحط الفلفلاية وبلفلها يا بجو لزقة طبية وبعطيه كم فلفلاي وبقول له كل ساعتين بتبدل الفلفلات لا تخلوه اكثر من 4 ساعات، 4 ساعات الفلفل احتمال يسقط بالايد، ساعتين كل ساعتين بيبدلون. قال ببلش يبدلون، قال هذا ما بيحس الا شيء عم يسحب لفتره يوم 48 ساعه بالكثير. طبعا ينام ولا بينام بايمون تمام 48 ساعه يعالج من المرض قد ما كان خطر. بس على هذا الاسطايه على كل شيء هلا بناخذ بامكانك الطبيه الفلفل الاسود على اي نقطه متفاعل المشكله فيها شو واصله لمرحله غير عادي. مثلا شخص صابته جرثومه بعينه وواصل لمرحله انه هي عن طريق ضغطها ما بتزبط، هلا بناخذ نقطه لايم وبنحط له الفلفل تمام وبتتعقم عينه. يعني اللي بيعملها نقطة العيون هلا بنعطيكم اياها بحطها حبتين بيعملها لمدة 2 ساعة عيونه بصيروا كتير قوايا. ولا احنا نعرف كيف اكتر من 4 ساعات ما بيتحمل الجلد احتمال يسقب، وخاصة اذا بنت الى الست يعني كتير ناعمة مو كتير الزئة عادية. بس لا تعملوا اكتر من 4 ساعات، هو من فوق 4 ساعات صار خطرة على الجلد. هلا هي شو خطرة؟ تعمل مثل ثقب او وجع مشان ما بيكون منطقة حساسة. هلا في اشخاص الالم وين بيكون؟ تمام بالجبهة كمان نفس الحكي. هلا هون شغلة حطيناه هذا هون ما له اذنين هذا الزلمة. قال هون اي مشكلة بالدينة وين بتعالجها؟ على اطراف. طيب تحوقف انا هون، احتمال واحد ممكن يكون معه مشكلة براسه بس الساعتها خفيفة او مثل يقولوا راسه يابس، في ناس راسه يابس ما بترد على الالم، او في ناس بداية الالم مع او بداية الدينة تبعه فيها مشاكل، اكيد في احتمال. قال هي بتطلع الكهرباء اللي فيها مشكلة قبل 3 شهور، يعني الزبزبة بتطلع قبل 3 شهور. طيب شو بدي أعمل أنا؟
كل واحد فيكم هلا يفحص شو راسه، لانك اذا فحصته هلا بيعطيك اذا في مشكله قبل 3 اشهر اذا جسمك متجهز يصير في عنده مشكله. فنحن ما نقدر ساعتها نعرف الامراض. هلا متى ما حفظتوا القصه، الزلمه قبل من 3 اشهر لاربع سنوات قبل ما يصير الديسك بامكانك تعرفه. لا بعرف ما معكم هلا هلا نعرفها كيف هاي الأدنين من خلال شو؟ طيب أي أصبع اتفقنا؟ كل الأصابع، بس أول أصبع نبلش شوية إبام ولحنا شو؟ وعنا صورة هون. هلا هدول العيون، هلا كنا بنحب العيون الحلوة من دون عدسات يا جماعة. شو بنعمل؟ حبتين في الفول مثل ما اتفقنا ومنلفهم وشوف عيونها كيف بيصيروا. تمام. طيب إذا كنا والله مخلوقة حاطة العدسات وحطيت هدول بصير؟ لا طبعا. ليش؟ برافو عليك، لأنه هو شايف شغلة غريبة الجسم هون، فأنت وإذا بدك تبعد عن أي شغلات شو غريبة هو رافضها هلا، لأنه هو شايفها هي شغلة مو من الجسم نفسه، فبيجوز يفكرها شو. طيب هدول العينتين اللي رسمتهم انا ديكونا بس هلا على حسب اذا في مشكله بعيونك ام لا. فهمت علي؟ اذا واحد معه مشكله تمام انت عم تضغطيهم، بس منطقه العينتين مو صعبين بتحددوها من خلال وحبه الفلفل كبيره يعني الا ما تيجي عليها، فهي المنطقه ما بتلبك كثير، مو مثل الراس، الراس النقط تبعه اكثر بكثير. موبايله مين الاستاذ اللي ما بيستغني على الواتساب؟ النقاط تبع العينتين غير النقاط تبع الصدغين، معلش الصدغين معلش. طبعا طبعا العينتين لتحت. تمام تمام اكيد استاذه. اتفقنا النقطه هي بالنص الانف وفوق من العينتين. ليك هلا بوجهكم اياها بطريقه ثانيه. ليك هاي الصوره تفرجوا كيف على الاصبع. هلا بتعطيكي فايده اكيد، بس احنا عندنا قاعده بالطاقه، اي عضو نعمل له عمليه ما بنعرف اذا بيتقبل الجسم ولا لا. اما طول ما في عمليات يعني. هلا اذا حدا منكم معه كلاوي هلا قدام الناس كلها بعملكم شغله بخلي الرمل كله يطلع والكلاوي تبعه تزبط، بس ما يكون في عمليه يعني. هلا بعلمكم حتى اذا شخص بده خسيب كلاوي من دون خسيب كلاوي. عفوا يعني عنده هلا شوف بيحسن اذا بتداومي عليها كثير بتحسن، بس في شغله ايام اللي بيكون في انحراف هذا بتضيف له تمرين ثاني. هلا احنا هناخذ لكل مرض شو الشغلات اللي ما بيتعالج بالسجق بتضيف له. هذا في تمرين اسمه تمرين البدوي. شو هو تمرين البدوي؟ كلنا بنعرف انه البدوي نظره قوي، عنده ميزتين البدوي مشان نظره قوي. التمرين الشغله الاولى انه بيطلع على الفلا، احنا بنطلع بالحيطه، فهذا شو بيعمل؟ بيعمل مشكله. الشغله الثانيه هو شو بيعمل؟ بيشوف الغنمة او العصفور بضرب رقبهم. فعندك تدريب لك تحمي حالك تقعد هون وتشوف عصفور طاير بالسماء طلع عم تلحقه منه ما تحرك راسك، او تطلع ومتطلع لفوق لاقصى شيء لتحت يمين يسار وتتدرب انه تتحرك. يعني انا بقصد طلع على الاستاذ وشايف شو حواليه وشايف فوق. قال هذا التدريب بدك تبلش تدرب، بدك دائما تتعلم قصة، تطلع هون وتشوف هون شوف هون شوف فوق شوف تحت. هذا التدريب وده بتعمله بيساعد على الانحراف. تمام. غير هيك الدويرة، هذا التدريب من اهم الشغلات بيساعد على الانحراف. وكل ما طلعتوا وحملتوا حالكم طلعتوا على البحر طلعوا لوين؟ هلا السماء بس ما تكون في شمس ولا يكون يعني بدها تكون ولا يكون عتمه يعني، وهي صعبه تلاقيها بقى. فيفضل انك تطلعي اذا عندكم بلكون
انت ماشي بالطريق طلعي هيك يعني حاولي تطلعي هيك وتشوفي حواليكي بشو هي تدريب كنا ندربه كتير بالرياضة بفنون قتالية انه نحن مطلوب منا ما نطلع على خصمنا ونشوف خصمنا شو عم يساوي مشان نقوي شو وهذا تدربه وفي تدريب تاني لهالقصة بدي متطوع او متطوعة لا تعوا انت لا تخافوا ما مخوف هيك في تدريب استاذ سعيد ما في غيرك طيب شارك تفضلي توقفي هون تفضلي استاذي واقف استاذ هون هلا في تدريب هذا كتير مهم بالطاقة حطوا عليك يا حط الصورة مرين صوتي على المكان طلعوا علي التدريب وبكاكو تدربوا مع حدا وهذا هذا بيروح عندك الخوف بيقوي طاقتك بصير عندك نظرة صاخبة إذا لاحظتوا أنا عم أعطي المحاضرة كم مرة لفت عيني طيب ما لاحظتوا ليش الحكي لأنه في عنا تدريبات الشخص اللي ما بترفع عينه بيكون طاقته إذا بيطلع بيقدر يوصل للقلب ويوصل الكلمة اللي بده إياها وبيقدر ينيم الأشخاص تنويم جزئي من دون ما يعرفوا يعني أكيد أنتوا دايمين هلا إحنا ما عارف كيف هنبلش أستاذ سعيد أكيد يعني جيد شايفين هاي الرفة لازم تكون موجودة طيب رح نرجع أكيد أنا ما جاي هون متفق أنا وياك يعني معقولة عيوني السمع العيون حلوة أستاذ سعيد يلا ركز 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 جيد ممتاز طلع 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 لا تفضل يا حزان النسوان بيقولوا عنه الأوايا يلا 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 جا 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 طيب هلا هيك 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 ممتاز قال هاد شو يساوي ببلش يقوي لك العين وتطلع طاقتك اللي بدك اياها تفضل وهلا بدنا نشوف فوائد التمرين هذا هاي بدتني بس كون واثقه منه ويكون بلش التدريب انك مين ما قرب على عينك تركز شو بيساوي هذا وانا انا بحكي قصه وطبعا هيك القصه يا جماعه الطاقه بتعرفوا انه هي مدرسه كويسه عم تقتق وعيني شو عم تعمل قال هاد نحن وده بنحكي عيوننا هي بتطالع طاقه وين بتدخل بتدخل بالعين الثالثه وتخترق القلب او تخترق هيك الشاكرات على حسب المعلومه اللي انا عم احكيها بتبلش تبرمج انا كل رفت عين الي شو عملت فلازم المحاضر المحترف انت رفع عينه وده بيسكت من المعلومه يعني انا عم احكي على معلومه عم بدي ريح عيني وبسكت شوي بريحها مع سكتي وبرد بكمل معلومتي اكبر غلطه المحاضر او انت عم توصل كلمه او خاصه اذا كنت معالج والله يا انسى بدي اعالجك بالسجوك ايه مبين عليك مو واثق من حالك يا استاذ استغربت علي أنا خذوا الصبايا إذا جاء واحد بده يحكي كلمتين حلوة عم يعمل هيك يضرب براسه تلبك بحاله تمام وكمان بنفس الوقت إذا حملت حالنا قاعد شب وبنت وحمل حاله وجقرت والله زبط هي مخرج والله واحد يفوت معه أنا ولي هي بتخوف المخلوقة رفت عينه والله هي طرية البنت خالصة مستحيل مو هيك بيحكوا بيناتهم لك نحن بالله وهي بنعرفها قالوا جماعة الطاقة عرفوا فأول تدريب تدريب العيون تمام قال هذا بيخليك توصل انك تنيم الناس جزئي طيب ليش بدي نيمهم جزئي قال بدي نيمهم جزئي مشان عالجهم انا لان هو هذا الشخص اللي ماسك ايده حاكي بعلاج متوتر تمام نرجع للعيون معناه تدريب العيون عنا طاقة هون بتطلع رهيبة بس احنا في عنا مشكلة قال احنا شعوب لا نعرف شيء عن الغذاء والمثقف تبعنا يتكلم ولا بيطبق ويسألنا بطريقة بسيطة او احنا عند دكتور المشكلة الدكتور بجوز بيعرف هو مو بجوز اكيد بيعرف بس كمان معني اللي او معتبرني انا
شخص ما بفهم مشان شغلي ما بيحاكيني، بيقول لي مشكلتي شو علاجها؟ شو ناقصني؟ نحن عندنا نقص بشيء اسمه فيتامين اي. تجيني الصبيه بدها تصير حلوه، طيب بدك تصيري حلوه وجلد تبعك كويس، مو بالبودره اللي عم تحطيها، مو بالبوتوكس، مو بالشد وكذا، في شيء اسمه فيتامين اي، في شيء اسمه اكسده باكسد، فيتامين اي مضاد اكسده، تمام؟ فبامكاني انا فيتامين اي، فيتامين اي مسؤول عن الجلد، عن النظر، يعني واحد يا اخي بده يحمل حاله ويعالج عيونه وعم ياخذ شو ما بدك وعم يعمل عمليات وعنده نقص فيتامين اي، ما راح يستفيد شيء، ما العيون بدها غذاء. قال في عندنا فيتامين اي يا عيار 400 ساعتها بناخذ حبه واحده، او عيار 250، في عيار 250 وفي عيار 200. نو الفيتامين، نحن الفيتامينات معلش مكملات غذائيه، هي ضروريه. هلا اكيد ما يجي مو احسن ما اقول لك اشربي بقدونس، مالك رح تقدر تشربي بقدونس يعني، اوكي بعطيك اياهم نحن شفت، بس اكيد بك رح تطبل، رح بلش يكون مثل بعض الاشخاص اللي حاكيكوا كلام غير موقع غير واقعي، والله امسكي القمح واعملي هذا اكيد ما كون حسوا كلياتكم، بس هذا كلام اسمه كلام شو؟ تلفزيوني. يعني اكيد ما كون رح تمسكوا قمح وطالعوا القمح المبالغه مشان فيتامين بي، بتاخد 20 يوم وقاية، وإذا في مشكلة بيوصل لثلاث شهور، تمام؟ 200 أو 250 بتتاخد واحدة الصبح واحدة المساء، وإذا 400 بتتاخد واحدة بس. هلا في مشكلة، في شغلة تانية على فيتامين إي، هي اختصار، هي للرجال، للرجال وللنساء. قال هو كمان مسؤول على الأمر الجنسي، مثل كل ما نفوت على الصيدلية بتزوروني بقول لهم فيتامين إي، طلعوا بيك بتضحكوا، بقول له مو مقوي جنسي، فيتامين اي له شغله ثانيه يا استاذ. اخذين فكره هون عنا بالعرب انه شو الفيتامين اي ما بياخذوه الا مقوي جنسي، لا، له مليون فائده لفيتامين اي، للجلد، للنظر، ولكن هو بيقوي جهاز الدفاع الثاني، في عندنا جهاز الدفاع الاول فيتامين سي، وهذا اللي نحن بنعرف انه وقت الرشح او الشغلات هي بدايه الخريف بتصيبنا كليات، تم ناخذ نزلات البرد. لكن فيتامين اي عندنا اذا كان قوي، نحن صار عندنا جهاز قوي جدا مناعه. فهذا ضروري جدا، اقل شيء يعني المهمل 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 لازم بالخريف ياخذوا 20 يوم. هذا لانه عندك بين الصيف والشتاء عندك هي البرد والشوب، شو بيعمل بجهاز المناعه؟ بيهد هد. فهذا احسن وقت انك تقوي جهاز المناعه فيه. فيتامين اي وسي كمان طبعا. هلا اكثر شغله بتعمل بيعمل لك حبه. اي بس يعني شو راح تاخدي؟ اذا بدك تاخدي خدي في عيار 200، نادر ما تلاقي شخص مو بحاجه له. يعني هذا اللي مو بحاجه ما شاء الله بيكون غذائه غير طبيعي، يعني انا ما بتخيل في عربي عنده اياها هي معي. بياخذ فيتامينات كامله يعني. بتكون الكميه خفيفه. بس فيه ياخذها مع فيتامينات كامله. تمام. وتاخذي فيتامينات كامله معاد بكون الكميه بكل جزء خفيف، ما بيعطيكي هي صفيه مكمل غذائي، فهمت علي؟ انت خالصه من كل شيء، وهي الحبه شو اللي عم. طيب نرجي هلا، طبعا بدكم تلاحظوا الابار الصينيه والطب الصيني مرتبط بالاعشاب وبالفيتامينات، ما مستحيل يعني ما بصير انه كل شغله بدك تعالجها بتعالجها بنعطى انعكاسيه، بتعالجها بابره صينيه وبتكملها بشو؟ بالغذاء. هلا في شغله هون، شو رايكم هيك شخص موظف مدير يا اخي وراح رشح ونزل انفه قدام الناس قد ايه بهدله؟ جايكم على المحاضره قد ايه بهدله؟ علبه بحانه والله بهدله، ما هيك؟ قال في لها حل، كلنا بنعرف المطيطة، ما هيك؟ مطيطة، مطاطة، في موظف ما بيعرف المطاطة؟ قال هون حطينا طريقة الأنف، بنحطها من هون ومطاطة ومنعصها وما بيعود بيشر أنفك. مطاطة.
عند الام يلا عم شير اذا حدا عم يشير ام فشرف هون انا ما تشير هلا هي طول ما انت قاعد قدام ناس بتعملها مشان عدم البهدله يعني ما يعمل حجه انه والله انا مو هي مشان طول النهار محاطه محارم هي قال شغله بتفيد كثير اثنين اي مشكله عندك بحاله الانف تمام طيب اذا حملنا حالنا حساسيه برافو عليك حساسية هي عند الأنف تمام لا مو مبطط هي بالضغط ضغط طيب إذا جينا أنتم بتعرفوا أنه نحن يمكن 70% من البنات عنا و 30% من الشباب الأنف في شوية تصليحات كنا بنعرفها هي إذا جينا مسكنا الألم وضغطنا هون للي عاملة بأنفة شي شو رح تحس؟ ليش؟ إلا إذا صارت القصة أكثر من 4 سنوات أصلا بتبين إذا ناجح العملية معها لما لا من إمتى؟ من الضغط إذا الجسم بتقبل وبترجع أنه ما في ألم إذا ما تقبل للساعة عندها مشكلة وين؟ ما عم يتقبل الوضع الجديد فهي أحد الشغلات اللي مفحص فيها إذا ساعتها بتكون هي المناعة تبعها وفي بدها دائما هي شو تعمل؟ تضغط وين أو يضغط وين؟ على هالمنطقة مشان الأنف شو؟ نفرغ السلبي أول بأول. طيب. هلا إذا في شغلة بقى هدول اللي وصلت لمرحلة إنك طول النهار أي الحساسية الغليظة اللي حمصة قطعة حمص بتحطها هون وبتلفها خلص من القصة. طول ما انت بالوظيفه مشان ما كمان طول ما قاعده بالوظيفه يعني بالمنطقه قدام الناس مشان البهدله بلا هي مجرد عملتها هيك متى ما وصلت لهي هلا هون اذا انت عندك نقص شديد الفيتامين سي بتساعد بدك ترجع تاخذ فيتامين سي بس اذا ما عندك نقص فيتامين سي خلال كم ساعه بتكون طبط الحساسية هلا في قصص هون عنا نحن أي شغلة في العالم بدنا نعالجها بتكون فيها مشكلة بنرجع بنقوي شو؟ جهاز المناعة وإذا بتقوي جهاز المناعة وبتبلش تعالج بتضبط فهمت علي أستاذ؟ يعني أنتوا أي شغلة بتتعرقل معكم ارجعوا قووا جهاز المناعة بفيتامين إي تمام خذوا كورس فيتامين إي وأنتوا عم تعالجوا بتصير العلاج شو؟ جدا سهل في شغلات الدواء السحري الشغلة السحرية اللي احنا ما بنعرفها اذا صابوا الواحد التهاب بدل ما ياخذ حب التهاب جربوا خذوا فيتامين اي وشوف مناعتك ما حسنا تمام فيتامين اكثر شغلة اذا كتير تغالظت القصة بتطلع لك حبة هاي هي شو بتعمل بتبطل بتكترك شوية مي خالصة القصة اما حبوب الالتهاب وغيرها وغيراتها في عنا كلاوي بنكرياس وكبد مو حبة عنا مشوار بتاخد الفيتامينات تبع الأطفال السائلة تبع الأطفال تمام هلا مين نفسه قاطع بده يتعالج بدايتين الشباب بيعملوها البنات ما بيعملوها هي عندي أنا موظفة سويتها معها عندها شغل جايتني هيك أنفة بدخل قلت لا انا بعالجك رحت جبت بصله طقيتها شمي تنتين روحي خسي وشك خالص انزلي على الشغل المشاكل الرشح ولا هي اللي بتكون ايه اللي نفسه قاطع طق على البصله خالصه تلاقي كلها ما عاد صار شيء الاحتقان وما احتقان كله بيروح هلا جيوب دخلنا بامراض تاني نحن عم نحكي بالشغلات اللي مرتبطة بشو الامراض التنفس الحكي هلا بنحكي عنه بس هلا في عنا مشاكل مرتبطة بالانف اخي مو بالانف بالاسنان عندك مشكلة بالاسنان شايفينها هاي؟
هون هي الانفي نقطة. قال هون شو بتعمل؟ اي مشكلة عندك بسنك بتضغط هون بتلاقي نقطة، شو هتعمل؟ رح تجعك، رح اطلع عن طبيب الاسنان. بتعرفوا نحن اثنين ما بنحبهم بالحياة، لا طبيب الاسنان ولا المحامي، لانه ما بنشوف خلقته الا وقت المصائب. هل المحامي ما له حل اللي عليه؟ الله جبر الله. طبيب الاسنان لقينا له حل، مستجوك. شو بنعمل له هذا طبيب الاسنان؟ بتاخذ معك قلم وبتضغط على السن اللي عمل لك مشكله، عرفته وبتضغط عليه، بتقول له اشتغل. اكثر من 60% من الوجع ما بتحس فيه. هو عم يعالجنا المضغه؟ هو عم يعالج. عم له هيك. وفي اشخاص ما اخذوا مخدر وعملوا لهم حشوه، هلا بتختلف من شو؟ من اشخاص نسبه شو الالم عندهم. في اشخاص عتبه الالم عاليه بتخف 60%. في اشخاص عتبه الالم عندهم هدول بياخذوا هذا ما في. تعمل هيك ما بيحس لو حشيت، لو صار حشوه للاسنان. نسوا بامكانك تعمل فحص لاسنانك اذا فيهم مشكله. انا علمت الاطباء بالاسنان صاروا قبل ما يفكوا الحشوات او كذا يعملوا فحص ويرسموا الاسنان يعرفوا اي سن في مشكله. طبعا اذا اتقنت السجوك انت بصير عندك مهاره اعظم من التصوير الشعاعي. هلا يعني هذا نظام غير السجوك. في نظام اسمه السجوك، في نظام اسمه الروكسيرجي، في نظام اسمه الصيني، وفي النظام اللي مرتبط بالنقاط الانعكاسية. بس التلون وأواهن فعليا هو شو؟ السجوك. نحن قلنا بالبداية في 5000 مدرسة، تمام. السجوك هي أسهل وأوفر وأعظم طريقة. هذيك الطرق تعتمد على شو؟ على خبرة كتير عالية. هي ما بدها خبرة وبتنحفظ بسرعة. قلت لكم انا حاطيكم مدرسه خلال ساعتين تصيروا محترفين فيها، بتطلعوا هلا بتجننوا الناس يعني، بتصيروا محترفين. سحره دغري بيقول لكم ساحرين. يا ما قالوا لي يعني عادي طبيعي. الحنجره وما ادراك لهم الحنجره. شايفين منطقتها وين؟ تمام. هلا في شغله هون على الحنجره. انتوا بتعرفوا في شغله، في امراض طلعت، هذا بعلم تاني، بيطلعت انه كل شخص على حسب تولده يعني بالشهر اللي ولد فيه، في نحن بنتاثر بطاقات اسمها طاقات الكواكب جيراننا. وكل يوم من الايام يعني يوم الاحد هو يوم الشمس، فمتاثر بطاقه معينه. قال هون في شغله هون عنا. قال هدول الامراض الرئيسيين اللي بتصيب من اكثر الاشخاص اللي بينصابوا بالغده جماعه برج الثور. نحن على القصه رح تحكينا فلك يا استاذ بلشت بالخرافات. اخي مو خرافات، اذا علم صار له 10000 سنه ولحد هلا ثابت وجوده عم نحكي فيه، فمعناته في شيء من الحقيقه. وعلى كل الاحوال اذا حدا معنا برج الثور ما هنقولكم اللي هن برج الثور امراضهم وين؟ مرتبطه بالهون. يلي برجهم العقرب مرتبطين انهم اذا ما ظبطوا حالهم التهابات نسائيه او ايم رحم. الجدي في عنده شغلات مرتبطه بوجع راسه. الاسد مرتبط بالقلب والظهر. الدلو بشكل عام الدلو مرتبط نوعا ما بالاعصاب. الحوت هو مرتبط روحي. الحوت بشكل عام مرتبط في عنده مشاكل بتيجي بالضغط بشو اسمه باسفل العمود الفقري. ومتجهزين الجوزاء التهاب اعصاب. السرطان اكثر شيء بيلتهي مشاكله عاطفيه. ما ترجع له المحيط. سو دلو مرتبط شوي بالاعصاب وبعدم التركيز ايام. الحمل مشكلته الرئيسيه بتبين هي المراه غير الرجل. المراه مشكلتها مع ابوها فمشكلتها النفسيه. تسالها شو علاقتك مع ابوك بتقول لك اذا مشكلتها فعندها مين؟ مشكله الرجل هي. وهذا بيعمل لها بينها وبين نفسها انه عامل عالم وهمي. فعنده جزء الوهمي. والرجل دائما بيمشي هيك
لأنه حامل هم الدنيا على راسه فبيجي تقل عنده براسه. هلا هدول هلا لا شو ابراج الله انا بقول الطاقه روح يا جماعه الحمل الحمل في مشكلته دائما في عندهم حاله المراه لما رجل المراه دائما في عندها مشكله بتكون هي على عندها علاقه حب مع ابوها كثير اذا ابوها ما كان مدللها زياده فهذا شو بدها تنقل حاله الحب هي لحاله بتعمل برنامج باللاوعي فعندها خيال اسمه الخيال المبدع فبتعمل شخصيه وهميه من الاب القوس القوس دائما في عنده مشاكل مرتبطه بعضله الاجرين فدائما هي العذراء دائما عنده مشاكل النفسيه شكيك وكئيب كتفه على يمينه مع اليسار كتفه على يمينه مع اليسار لا ما في اثنين دائما برج الميزان رجل لما مرأة بيكون يا مايل على اليمين يا على اليسار اللي مايل على اليمين بيكون هذا في عنده دائما الدولة الأفلاطونية يعني المدينة الفاضلة فدائما بيحكي بالشغلات وهي بتعمل له مشاكل مع الناس اللي على اليسار بيعيش شخصيتين شخصية قدام الناس أخلاقية وجواته بابا حسن يلا خلونا على حاجة هلا خلينا عفوا الديسك ايه شو هو نحن نحكي على لسه ما وجه الله قال هلا هون حكينا بهالموضوع لانه جماعة عنا بدنا نحكي على جماعة الثور جماعة الثور دائما في عندهم مشكلة اللي هي تبع الحنجرة اللي بتكون في عنا مشكلة بالحنجرة مؤقتة وفي مشكلة اسمها بالغدة مشان نفرق تمام الغدة دائما اللي عندهم غدة اذا بتلمس هون بتلاقي فيه يبوسة تيبس شديد تمام في حدا برج الثور يجي المتطوع يجي لهون هلا بيقولوا اتفقنا وياكي غيري تفضل نصر عاملهم حط لنا الكاميرا بعد اذا تفضل يا استاذ شوفوا علي شو بدي اساوي هلا في موسى جوك هلا بدها تتطور القصه تمام هلا دائما هي نعمل هيك شايفين ومنضغط هلا دغري انا عرفت لانه برج الثور شايفين هي شايفه هون اللي بوسيه هي دائما عندهم بدايه غده هذا ما في مجال ولكن في منهم على مستوى شو خفيف وعادي طلع شو بساوي انا طلعوا علي تحمليني صعب نسي وعدتك لا 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 طالع تبت علينا قصص ما لنا فيها هلا طبعا من الرقبة بالذات بامكانك تحلي شخصية اي بني ادم بس مو هلا لما نحن بتاع القصة شو شعرت هلا؟ هلا هو بتحكي شوي من جوا بس من برا حسيت في وجع كانه تمام هذا الوجع موجود عندك هيك هي ها شايفة؟ ايه هي قديش طريت فرقت؟ طيب شايف الاستاذ نيك بتعرفي شو اسمه؟ ابدا؟ طيب اللي جنبه؟ ابدا؟ لا مسرعة ثانية استرخي حالك استرخي استرخي اي بس خلصت يلا خالصة خالصة يلا استاذي انت شو اسمك استاذي؟ عفوا نسيتي الاسم لا لا استرخي 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 بس قومي يلا خلصت فشو عملنا؟ حركنا الدم كله وصل دسي دي رقبتك هي تبعك ما تبعنا شو فرقت معي يلا تفضلي حاجة خلصت الموضوع
قد ايه بسيطة مع الشغلة بس الطقم عنده عند الطقوة. هاي طقة لحد هلا ما عندنا حدا يمكن نادر بسوريا اللي هي دارسين برا بيحطوا لهم آلة بتدربوا عليها، أنتم ممنوعين أي واحد يطق. أبدا هاي ما في عنا هون تصلب. في عنا التصلب هذا ناتج هو عن الغدة. شو عملت أنا بشغلة بسيطة جدا، شو سويت؟ وده هون ضغطت على منطقة الألم تمام، خليت الدم يجري، خليت الغدة شو تعمل؟ تحمل حالها. في شغلة فسركم إياها، اللي بيعالجوا بيصلوا لطاقة معينة، هذا معالج تقعد تحت إيده جلسة، هذا معالج تقعد 20 جلسة، هذا طاقة قوية، مجرد انك دقرته عملت له الضغطة وحطيت ايدك ولمسته وبتعطيه جزء من الطاقة الايجابية تبعه. كيف هلا؟ وده حملت حالة قادة الاستاذة هون تمام؟ قام اجيت انا شو عم اقول يا هلا والله امتى بدها تخلص الدورة؟ الدورة شو رح يطلع لنا منها؟ اخر شيء رح يجينا مصاري، انا شو بدي اعالج بهالقصة؟ صار عدي سلبي. قام بصير شو بتعمل؟ تنأذى. وده بيجي انا بحط ضحكة خليكم تضحكوا لنعمل شغلة ايجابية، وانا متمنى له من كل قلبي انه الطيب من دون هدف تاني تمام. فصارت ارتفعت حالة الايجابية عندي، فنقلت لها اياها وخليتها بنكتب ضحكة تضحك رغم انه هي عم تتوجع، فصار في حالة ايجابية عليا. هي يعني انت هلأ فوت احمل حالك لعند بقالية قل له مرحبا اهلين حل عنا يا تاني مرة ما بقى. فما بالك زلمة بدي عالجك عم يحط على نقطة ألم عم يفوت، فإذا بيكون هون عميل مسج جسم هاد وهو شو عم يعمل؟ عنده حال إيجابية عليا، والله جاي الشخص عندي بدي عالجه، والله قديش ياخذ منه 3000 لما 4000 بيتحمل 5 يا ترى الزبونة لما لا حلوة لما ما لا حلوة طويلة لما قصيرة ما عاد يزبط ولا عاد تزبط بعشرين جلسة. بدي انظر انه هذا كائن تمام، انا ما عندي شيء هلا، مالي مرتبط بحالة مال، مالي مرتبط بحالة شيء فيزيائي، انا الزلمة عم يتعذب بدي اعمل له حالة ايجابية لشو اعمل؟ لانقل له اياها. فالملمس هو شو بيعمل؟ بيعطي، وهذا اللي بنسميه نحن لمسة الشفاء. اي وحدة؟ هلا هي شو بدها احترافية؟ هي بعد ما عملت الشاكرا هي بتيجي بدوامة، دوامات دوائر. فأنا شو عملت؟ حطيت إصبعتي لأنه في شاكرات صغرى وصلتها مع الشاكرا تبعها وساعدتها أنه الشاكرا شو تعمل؟ تعمل دوامة. هلا إن شاء الله هذا بده بس بده احترافي، بصير الشخص عن بعيد بيحمل حاله بيحرك الشاكرات تبعاتك، هون بيحرك الشاكرات عنده مقدرة حتى يحرك جزء من جسمك ويتحكم فيه عن بعيد، وهي نحكي فيها بمحاضرات تانية يعني، وفي شغلات أكثر ما تتخيل يعني. أستاذة من سوء تكون قصة بس أنا ما أنا نفتح على حنا يعني، أنت أنا مغمض عيوني بحط إيدي على الرقبة بقول لك شو الكلمات شو القصص وشو المشكلة عندك بحياتك من خلال رقبتك. واحد مثلا عمل مشكلة بالحكي، ممكن بهاي اللقطة مثلا يكون عنده خاصة إذا برج التور، خاصة إذا أبراج التور، فهمت علي؟ هلا انت بتقدر تعمل شغله زي الثانيه، بتقدر تساوي قصه. شو هي؟ قال اللون الازرق بساعتك. يا اخي انا مالي محترف ما عندي الايدين الملمس، قال بحط اي شغله لونها زرقاء وين؟ حوالين الرقبه. هلا في شغله لكم اياها تحذير، في لونين محرمين عنا بالطاقه، اسود والرمادي. ليش؟ قال بيعملوا سلبية كتير. الأسود فقط للأشخاص المقاتلين والحربيين، يبدي قاتل خالي بيلبس أسود. لحكيكم شارك لكم فوق 18 سنة مزبوط؟ أوكي اللي فتحت راحت 18 يطلع لبرا. مرة جتني ممتاز أبعرف عند 25 أوكي 18. قال في شغلة هون عندنا، مرة تبع الطاقة بده يكون عندهم شيء هيك شيء من الفراسة، العلوم اللي حكوها وهي بدهم يكونوا ما كل الأدي يتلبك ويستحوا زيادة، بيستحوا زيادة كمان فوتوا بستين حيط. اجتني مدام محترمة
قالت لي انا عندي اوجاع ظهر ليس لها مثيل. كل شيء بروح لعند الاطباء ما لي علاج. وبنود وجع الظهر لاجريه تمام، وايامي بيمسكني من هون. هلا الست شو بتعمل هون؟ عندها الداخلي كذا. طلعت انا فيها كلها متلصة اسود. قامت لما دام ممكن اسالك سؤال؟ شو؟ قلت لون الداخلي تبعك بتلبسيه شو هي؟ عملت هيك، قلت لها اسود، قالت لها غيري لون الاسود خلصي. قال انا من 20 سنه ما غيرت، قدري غيريته خلصي. وغيرته وخلصت من الامها. نيجي شغله ثانيه، بيجي رجال يا اخي انا مثل ابي ما بلبس الا ابيض، وعم اخذ حبوب الفياجرا وما عم يمشي حالي، ايه البيس احمر بيمشي حالك يعني خلص على الصغر خلص هي عندك يا اورنج يا احمر هن اللي لانه الجسم الفيزيائي شو بده؟ بده يلزق فيه شغله شو اسمها؟ الالوان، بيتاثر بالالوان، له منظار. من أسوأ الالوان هو اللون الاسود. ولاحظوا كل وحده بتحب اللون الاسود عندها جزء كامل وعم بتضحك، والرمادي بتضيق الخلق هي والرجال. تمام؟ طيب بدهم بريك، اعطونا بريك، يلا ريحونا. تفضل منها. من كل الدمات شوية دم فاسد. اما هنيك شو وصلوا تقنية انه لا نحن منطلق شو. بس ليش ما انشهرت مثل بلاقي؟ لانه هديك بالشفره يا رب تيجي بعينه الا ما تزبط العصه. تمام، هداك لا بده واحد محترف ليطالع نقطه. فهي بدها واحد كثير شو محترف. فالناس عجبهم شو طبعا التشفيط، انه ما بدك لا الادمين ما كان لطول ضل خالص القصه الا ما تيجي. وهذا اللي بيورجيك انه مثلا اذا فت لعند واحد بالابر الصينيه كيف بتعرفه؟ انه نحكيها بالعامي معددي على المصلحة ما بيعرف يضرب ابر صينية. فت لعند معالج بيقول لك انتبه، معالج الطاقة ومعالج الابر الصينية. كل شيء بيتخرج عنا من الاكاديمية وكل شيء بيطلع بالعالم ما بيطلع بايده يعالجك 40% من اول جلسة ما بتعطيه مصاري، وهذا كذاب. العلاج بالطاقة أو العلاج بالأبر الصينية بالكثير ثلاث جلسات. وأول جلسة بدك تحسن يكون بين 40 و60%. هذا دغري وممنوع ياخذ حدا فلوس عنا قبل ما يكون، يعني فات قام عمل لك الجلسة قام ما تحسنت بين 40 و60% ممنوع ياخذ فلوس. ليش؟ معناته ما طلع بايده، مو من حقه ياخذ فلوس. ولازم من جلسه لثلاث جلسات يكون شو؟ الا الشغلات المستعصيه جدا بجوز تاخذ لها 4-5، وهذا بس بتكون انت بتحسن قد ايه؟ نسبه 70%. ما في شيء مستعصي على هذا العلاج؟ على المحترفين لا. بس بدك تشوفي بقى المعالج قد ايه مستوى، بس المحترفين حتى السكر بيتعالج، بعطيكم في علاجات للسكر في اغلب العلاجات الا الشيء اللي فيه تمزق او فتاء. بس فتاء بالظهر هذا بيعطيك علاج اعشاب وبده فتره، يعني بيكون هو مو مشكله الفتاء كيف بده يسكره، بيعطيك علاج لمده 20 يوم بيعطيك برنامج وبيسكر الفتاء. تمام. او مثلا عمل حادث ام صار عنده فتاء تمزقات عالية، هي بدها شو؟ بدها شوية وقت، بيعطيك نظام غذائي وبيعطيك كم شغلة بتصير تركو تركت. حتى الضغط فيه له شغلات، بس هي كمان الضغط بده يكون الواحد شوي شو محترف. هلا المحترفين بيصلوا للمسة اسمها لمسة الشفاء، هي 50%. في شغلات بتزبط وفي شغلات ما بتزبط. الشغلات اللي مرتبطة باللاوعي بتزبط، بالشغلات اللي متأصلة وواصلة انه عاملة مشكلة كيف بدي اقول لك خلقية، هي طبعا صفية بدها عملية وما عملية ما بدها ما بيطلع بيده فيه.
إذا أعجبك هذا الفيديو قم بالاشتراك في قناتنا ولا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك.